أعزائي مشاهدي السيسات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. الحقيقة النهاردة هنتكلم في موضوعات عدة، أهمها طبعا كوفيد 19. هنبدأ ب سكيل لجامعة هوبكنز، اللي يعني هو أكثر حاجة بتبرز الحقيقة بتاعت الإصابات وعدد الوفيات في كل أنحاء العالم. نشوف السكيلز مع بعض. احنا وصلنا تقريبا 100 مليون، يعني 99 مليون 53 الف، لسه فاضل مليون على ال 100 مليون. طبعا ده عدد اصابات خطير جدا، يعني انتشار في المرض في خلال سنه، يعني تقريبا بقاله سنه الجائحه، بقالها سنه اصابت حوالي 100 مليون على مستوى العالم، وده لولا التقدم الطبي والاحترازات. امال لو ما فيش كانوا بقيوا كام؟ يعني احنا نشكر ربنا طبعا على كل حال، لكن هذه اعداد كبيره جدا في الاصابات، وايضا اعداد الوفيات. ربنا يعزي كل انسان، كل اسره فقدت انسان غالي عليها. كورونا فعلا في ناس اعزاء فقدناهم في كورونا، في كل المجالات، في الاسر وفي الزماله وفي العمل، وحاجه صعبه جدا. يعني 2,125,373 حالة وفاة على مستوى العالم من كورونا. طبعا صعب، يعني هنقول تقدم طبي وتقدم علمي بالمقارنة بمئة سنة فاتت. لا طبعا في تقدم، لكن برضو 2 مليون عدد رهيب جدا في محاربة الأوبئة والأمراض. إن شاء الله ربنا يعزي كل أسرة فقدت حد غالي عليها، بنعزي كل الأسر. والحقيقة كتير جدا يعني بتيجي للقناة هنا والتعزيات، ربنا يبعد عنكم كل شر وكل شبه شر. لكن بنقول في الآخر إن يعني اللي ربنا أراد إنه حياتهم تنتهي بهذا الوباء دي هم مالهمش يد فيها، ودي حاجة خارجة عن إرادتهم، لأن الميلاد والموت ده ميعاد محدد لدى القدرة الإلهية فقط. ما فيش حد لا يعرف لا الساعة ولا اليوم ولا الثانية اللي تختطف فيها النفس البشرية. عدد الإصابات، خلينا في عدد الإصابات في أمريكا، أعتقد هي أعلى معدل، 25,098,000 أمريكا. قلبت جلوبال تاني. طيب حوالي 25 مليون عدد الإصابات في أمريكا، والوفيات تقريبا 400 ألف، ودي حاجة برضو صعبة جدا. دلوقتي ابتدوا تطعيمات 418,673 ألف حالة وفاة. بدأت التطعيمات في أماكن كثيرة، في الصيدليات والكلينيك وأماكن للكاونتي بيعلنوا عنها. وأعتقد وأنصح كل فوق ال 65 سنة لو مش عارفين يخشوا علشان يحجزوا مواعيد، في واك إن بياخدوا في حتت فيها زحمة، بس ما انصحكمش، لازم تاخدوا مواعيد، لأن المواعيد أحسن. يعني المواعيد أحسن ليه؟ لأن أنت كبير السن ده مش هيقدر يستحمل إنه يقعد فترة طويلة منتظر، وكمان عشان ما يتعرضش للخطر الطابور، حتى لو حد كان عيان او حاجه ممكن ان هو يتعدي. فارجو ان كل اللي عنده ناس فوق ال 65 سنه يهتم بيهم، ويحاول ان هو يحجز لهم في اماكن بتدي يعني ما بقاش عليها زحام كتير قوي، ما تبقاش كراودد، ما بقاش فول كاباستي يعني. وان شاء الله في خلال ده وعد من الاداره الجديده ان في خلال 100 يوم هيكون تقريبا 100 مليون امريكي مطعمين تطعيم ضد كوفيد 19، اللي هو فيروس كوفيد او فيروس كورونا المستجد. الحقيقة ناخد كم دولة كده، نبدأ بإيطاليا مثلا أو أكبر دول اللي هي الهند، ونشوف كده المخرج هيجيب لنا إيه. دي مين؟ الهند، 10,654,533 إصابة، والوفيات أنا معرفش النهاردة السكيلز في حاجة،
الوفيات مش مش جايبة. طيب ماشي. عموما يعني ما زالت الأعداد بتكثر في الهند وأيضا في البرازيل وفي في إنجلترا وأسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وتركيا وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا زي ما أنتم شايفينها، وأوروبا أكثر منطقتين فيهم احمرار كثير مع الهند طبعا. أما الصين فدي يعني أعتقد أنها لا تقول الحقيقة في أي لحظة من هذه اللحظات لأن عندها إصابات كثيرة، لكن بالنسبة لأمريكا اللاتينية برضو صعب. دي 699,110، دي البرازيل، ده تشيلي، تشيلي 699,110 برضو عدد كبير. دي البرازيل 8,816,000 برضو عدد كبير من الإصابات، وروسيا 3,679,000 إصابة، وعدد الوفيات إجمالي في العالم كله زي ما قدام حضراتكم كده 2,100,000 إصابة. الحقيقة كوفيد 19 مخلي العالم كله يعني مش في قلق دائم، في حالة مش عارف أسميها إيه، حالة تأهب، حالة سكينة، حالة إيه يعني في لخبطة حتى في المشاعر حينما تتكلم عن كوفيد. حينما يتكلم العلماء عن كوفيد 19 والفاكسينات والحاجات دي كلها، في شويه مع الفاكسين وشويه ضد، في حاجات مشكك، لكن انا مش مع المشككين دايما، انا دايما مع الغالبيه. لما تظهر حالات، لما يبقى في 2 3 مليون تطعيم وتظهر حاله او حالتين، فاعتقد ان يعني ما نكبرش الحكايه قوي ونرجع للعلماء تاني المتخصصين في هذا المجال. في ناس بتفتي في حاجات تانيه وبتشكك، والصيني لا، الروسي لا، الاسترازينيكا لا، فايزر لا، موديرنا. اعتقد ان في مسؤولين صحة في كل بلد لازم نثق فيهم حتى لو معلوماتهم مش 100%، على الاقل هو متابع يوميا غيري وغيرك، وهو اللي بينقي الاحسن، ولما بياخد التطعيم على نفسه، على نفسه يعني، هو متأكد بعلمه اللي وصل له، لان احنا هنجيب علم تاني منين؟ فارجو ان اللي بيفتي بالسلبيه خليك في نفسك، لو عندك كلمه ايجابيه قولها، لو عندك حاجه سلبيه متاكد منها قولها، لكن مش متاكد منها ما تقولهاش، لان الناس فعلا افكارها اتبلبلت وخصوصا في مصر. في خبرين هنا، يعني وزيره الصحه بتعلن بنفسها عن اكبر يعني اكبر محافظات عن اللي أصيبوا بفيروس كورونا في مصر، وأعلنت ده ووسائل الإعلام بتطلع كل يوم، يعني المسؤولة الأولى في الصحة المصرية بتطلع كل يوم بتتصدى للشائعات، والسوشيال ميديا مليان بالشائعات وحاجات صعبة قوي، حاجات يعني وصلت إلى أن يعني مفيش دولة ممكن أنها تتعاقد على مليارات الجرعات على لقاح فاسد. ما ينفعش، ما ينفعش الثقة نفقدها إلى هذه الدرجة في العلم. ممكن يبقى مصنف واحد أو اتنين أو تلاتة، لكن التلاتة شغالين، ده اللي أنا أقصده يعني، لكن ما يبقاش التشكيك لمجرد إن الصين عملته أو روسيا عملته أو الهند عملته. لأ، في كمان على فكرة يعني مصانع فايزر موجودة في بلجيكا وموجودة في انجلترا وموجودة في امريكا، واعتقد ان في مصنع فايزر في مصر ممكن يجي عليه يوم من الايام ويكون التطعيم فايزر ده ممكن انه يصنع في مصر، ما حدش عارف يعني، لو توفرت الامكانيات والمصنع طور من نفسه ممكن، ليه لا؟ او فاكسينات تانية يعني، اقصد ان الدولة المنتجة للفاكسين مش هي اللي بتبقى الوحيدة، لأن بيبقى ليها فروع عالمية. وأيضا المعلومات المتبادلة عن الفاكسينات عموما بواسطة الصحة العالمية اللي هي هنقول موثوق فيها بنسبة 80% 85%، لكن ما تعدمش الثقة خالص. فالصحة العالمية برضو بيرجع إليها الأبحاث والعلماء والتقارير والبيرمت اللي هو التصريح، إن ده تاخد ده أو ما تاخدش ده.
فناخد اكثر اربع بعد تعاقد مصر على استرازينيكا، لان برضو في شائعات، لكن هي مش شائعات ولا حاجه، هي في ناس بتطلع شائعات، لكن الروسيا يكون شغال في مصر، الصين يكون شغال في مصر، وايضا استرازينيكا اللي هو اكسفورد ومع فايزر، كل ده مصر متعاقده عليه. مصر تعاقدت على استرازينيكا اكسفورد، وليه مميزات كثيره جدا. وعلى فكره هو اخر فاكسين اعلن عن انتاجه، وبشرى خير للعالم كله ان استرازينيكا تكفلت بانتاج 2 مليار جرعه، هقولها تاني، 2 مليار جرعه على مدى سنه 21. فيعني هيبقى متوفر فعلا استرازينيكا لاغلب الدول. الخبر ده ما بقالوش يعني دقايق او ساعات، اعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس اداره الهيئه المصريه للشراء الموحد التعاقد مع سيريا وشركة ار فارما، الشركة الهندية المصنعين للقاح فيروس انستيتيوت كورونا استرازينيكا. خلي بالك هو بيتصنع في انجلترا وفي نفس الوقت بيتصنع في الهند، فاحنا مش مشكلة، لكن هو بياخد البيرميد اللي بيصنعه في الهند زي اللي بيصنعه في انجلترا، المصنع بيبقى واحد في كل المقاييس بتاعته للحصول على 20 مليون جرعة. يعني مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة، وممكن تتعاقد أكتر من كده لو في لقاحات تانية. ف20 مليون جرعة من استرازينيكا يعني هتطعم بيها 10 مليون مصري علاوة على التانيين، يعني لازم من كل الجرعات. وحتى استرازينيكا برضو أمريكا تعاقدت عليه، لأن عشان تطعم كل الناس، لا موديرنا هتكفي لوحدها، ولا فايزر هتكفي، ولا استرازينيكا، ولا الصين، ولا روسيا، ولا اي حته هتكفي العالم كله، لكن لازم الكل يبقوا متعاونين. واعتقد ان الافراج عن المعلومات عن روسيا وسبوتنيك والحاجات دي كلها ابتدت تبقى موجوده على النت ومتاحه للعلماء. كانت هيئه الدواء المصريه تسلمت اوراق لقاح اكسفورد استرازينيكا البريطاني تمهيدا لتوريده للبلاد لدراسته ومنح التصريح باستخدامه الطارئ. كل الفاكسينات كلها استخدام طارئ، مش استرازينيكا بس، فايزر، موديرنا، كله استخدام طارئ، لان لم تجرى عليه التجارب لمده سنين، لان ما فيش وقت، هي لمده شهور وعلى عدد محدد من 30 ل 50 الف. ماذا نعرف عن اللقاح؟ مميزات تبرر عند الحديث عن هذا اللقاح، خمس مميزات يعني. على رأسها يعني الثمن، استعتبر تكلفة منخفضة وثمنه حوالي 2.5 يورو للجرعة الواحدة، أي حوالي 50 جنيه بالمصري. كما يتميز اللقاح بسهولة الحفظ، استخزن جرعاته في حرارة تتراوح بين درجتين وثمان درجات مئوية، يعني تقريبا الثلاجات العادية ممكن أنه يخزن فيها، ده استرازينيك، وهي درجة حرارة البرادات العادية، مما يجعله عمليا أكثر مقارنة بلقاحي فايزر وبيونتيك وموديرنا اللذين يتطلب تخزينهما درجات حرارة متدنية تصل إلى 70 درجة تحت الصفر بالنسبة لفايزر و20 تحت الصفر للموديرنا. قامت مجموعة استرازينيكا البريطانية بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة اكسفورد، وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح فايزر وبيونتيك اللي هي فايزر يعني بيونتيك، والذي يوزع في بريطانيا منذ 8 ديسمبر، وتم حقن أكثر من مليون شخص به حتى الآن، ده في إنجلترا. وحول طريقة عمله، يعتمد اللقاح على ناقل فيروسي، أي أنه يستند إلى فيروس آخر، هو فيروس غدي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأعلنت مختبرات استرازينيكا أنها قادرة على إنتاج حوالي 3 مليار، يعني أنا قلت 2 مليار أو في الخبر قال 3 مليارات جرعة من لقاحها عبر العالم في 2021، وده إنتاج ضخم جدا. كما أنه أول لقاح صادقت مجلة زيلانسيت الطبية المرجعية على نتائجها لجهة الفعالية في 8 ديسمبر، معلنة في البيانات التي نشرتها أن لقاح استرازينيكا آمن، والتأثيرات الجانبية للقاح نادرة جدا في المرحلة الراهنة. فمن أصل 23,754 متطوع شاركوا في التجارب، سجل شخص واحد تلقي اللقاح تأثيرا خطيرا قد يكون مرتبطا بالحقنة بحسب البيانات الصادرة من المجلة. يعني واحد بس من 23,754، يعني أعتقد يبقى ده صفر التجريب يعني.
وأصيب ذلك الشخص بالتهاب نادر في النخاع الشوكي ما أدى إلى وقف التجارب بشكل مؤقت في مطلع سبتمبر. يعني عشان واحد بريطانيا وقفت التجارب لغاية لما تشوف هل ده فعلا من اللقاح ولا ممكن يكون من حاجة تانية. إلى ذلك أعلن المختبر البريطاني في نوفمبر لدى كشف النتائج المرحلية للتجارب السريرية أن اللقاح فعال بنسبة متوسطة قدرها 70% في مقابل أكثر من 90% لقاحي فايزر وبيونتك وموديرنا، لكن هذا المتوسط كان ينطوي على تباين كبير بين طريقتين متبعتين. استرتفع نسبة الفعالية ل 90% لدى المتطوعين الذين تلقوا في المرة الأولى نصف جرعة وبعد شهر جرعة كاملة، وينخفض إلى 62% لدى مجموعة ثانية تم تلقيحها بجرعتين كاملتين. يعني التقنية بتاعت الحقن وبتاعت تلقي الجرعات لما قالوا نص تطعيم في الأول وبعديها بشهر تطعيم كامل وصلت ل 90%، لكن تطعيمين كاملين وصل لنسبة متدنية اللي هو 62 ل 70%. إذا بالتجارب عرفنا ان في بيوصل ل 90% ازاي، ودي اللي هتبقى متبعه عند الحقن. فهو استرازينيكا الان بنسبه بعد التجارب 90%، ومصر متعاقده عليه بعدد 20 مليون جرعه في خلال اسابيع او يمكن شهر شهرين على الاقل، هيبقى على دفعات مثلا 2 مليون في 5 مليون في 7 مليون. يعني اعتقد ان مصر تبدا التطعيم. وزاره الصحه برضو بتعلن بشفافيه اكثر المحافظات المصريه مصابه بكورونا واصابات بكورونا، والدكتوره هاله زايد وزيره الصحه اعلنت بنفسها ده. نشوف الخبر. الخبر اكثر المحافظات، اكثر اربع محافظات، وده برضو الخبر النهارده 24 يناير 2021. كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن أكثر أربع محافظات إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن. وقالت الوزيرة أن المحافظات هي القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة، المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد. ولفتت أن محافظة القاهرة تتصدر أكثر المحافظات إصابة بكورونا منذ الموجة الأولى للفيروس. طلبت وزيرة الصحة مواطني المحافظات الأربعة بتوخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات. كما وجهت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم الصحية باستمرار والاستفادة من مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة، وحثت الوزيرة أصحاب الأعمال على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتخفيف العمالة قدر الإمكان. ودي الاحترازات الطبية اللي احنا بنطالب بيها فعلا الشعب في مصر والشعب وكل الجاليات هنا بما فيهم الجالية المصرية اللي بتفهم لغتنا اللي احنا بنذيع بيها. كمان في حاجة تانية، لو انت عندك أعراض كورونا وحاجات كده ومش قادر وابتدت تزيد الأعراض ممكن تطلب الإسعاف، هيجي لك الدكتور يقرر انت حالتك تستدعي المستشفى ولا لا. ده الجديد في الموضوع، يعني ما تسكتش او تبقى كده انك انت لا، في علاجات ومش كل العلاجات واحده لكل الناس، لان في اثار جانبيه للفيروس بيبتدوا يعالجوها علشان تبتدي تخف ويبقى الجسم في حاله طبيعيه انه يقدر يقاوم الفيروس. طبعا هو مرض مش صعب، في ناس بتعدي منه من غير اعراض وفي ناس اعراضها بتبقى يعني الحمى والسخونه والرشح وعدم الشم، وفي ناس بتتطلب عنايه مركزه. الحقيقه يعني الاحترازات الطبيه والتباعد والكمامه وغسيل اليدي دول مهمين قوي يعني. عفوا، كده يمكن كوفيد 19 على مستوى العالم وفينا الاخبار بتاعته، واعتقد حضراتكم بتتابعوا في النشرات في كل الاحوال في كل اللغات على مستوى العالم كله اخبار كوفيد بتتصدر الصحف وبتتصدر النشرات الاخبار بتتصدر كل شيء. تاني اخبار هي بايدن والرئاسه الامريكيه والتحفيز والحاجات دي كلها بتشمل يعني بتخص الولايات كلها، كلهم بيدوروا على التحفيز الثاني او الثالث ومحاكمة ترامب وغيره. لكن هو انا عارف ان محاكمة ترامب في الاخر ممكن
يعني بنسبة 90% هو لن يعزل، لأن هو اوريدي مواطن عادي. يعني حتة ان هو هيترشح بعد 4 سنين دي في ايد الحزب الجمهوري يعني، او في ايد الناس يعني. لكن انا لا اعتقد ان اللي بيخرج من السياسة بفشل في الانتخابات مش ممكن انه يرجع تاني. يعني بيبقى كارت محروق وصعب انه يرجع تاني، والسياسة فيها شيء من القمار يعني، انك انت لان العدد انت بالعدد بتكسب، وهي دي ديمقراطية. سواء اردت او لم ترد، شئت او لم تشئ، يعني الديمقراطية هي احسن الحلول، رغم انها ليست الحل الكامل، لكنها هي احسن الحلول الان. لان هو البديل بتاع الديمقراطية ايه؟ دولة عسكرية، دولة دينية، دولة ديكتاتورية، كلهم دول ديكتاتورية. الديمقراطية هي الحل الوحيد لحكم الشعب بالشعب، ودي من أيام اليونان. كلمة ديمقراط دي يعني جاية من زمان قوي، يعني من الحضارة اليونانية والفلسفة الإغريقية، وبعدين تبنتها الرومانية وابتدت تنفذ واحدة واحدة إلى بعد إبان الثورة الفرنسية، وبعد كده في أمريكا والاستقلال، وابتدت الديمقراطيات يتحط لها قوانين. في ناس سموا نفسهم الآباء الأوائل، وفي ناس سموا نفسهم الوطنيين الأوائل في دول كثيرة، وحطوا دستور يحمي الإنسان من البطش، من بطش السلطة، وفي نفس الوقت يبقى في تبادل للسلطة، يعني تبادل سلمي للسلطة، ما تبقاش بحرب، ما تبقاش بمكسب وخسارة على دم الإنسان، لأ. فالنظام الديمقراطي هو الحل الأمثل إلى الآن، مفيش حل تاني غيره لحكم الدول. واللي هيختار حاجة غير الديمقراطية هيبقى يعني نشز. وبايدن في خطته الدارجة هيقول النظام الديمقراطي، لأن هو انتصر في أمريكا برغم كل الدنيا إنها بتروج إن الديمقراطية في مش عارف إيه، وفشل الديمقراطية، واليوم الأسود في أمريكا، كل ده كلام فاضي. الديمقراطية في أمريكا انتصرت انتصار مذهل، حاجة يعني رائعة. سيبك من التعدي على الكابيتول والحاجات دي، الحوادث دي طبعا انها تحدث في أمريكا شيء معيب، لكن في الآخر اللي كسب في الانتخابات واللي الشعب أيده هو اللي بسلطة القانون وبالقوة القانونية اللي هي الشرطة والجيش نصب بايدن رئيسا. يستحق او لا يستحق؟ ما هو طبعا اللي مع ترامب هيقولوا لا يستحق، واللي مع بايدن هيقولوا يستحق. ما ده الطبيعي، هو ده الطبيعي، ان انت تختلف وتتفق، تختلف وتتفق، وهي دي الديمقراطيه، انك تتفق في الاخر ان راي الاغلبيه هو اللي يمشي طول ما هما بيمسكش كاقليه. وده عشان المفهوم ده مش مفهوم الشرق الاوسط في ايام كده، الاخوان اخترعوا حكايه في مفهوم الديمقراطيه ان الاغلبيه تمشي، يعني لو الاغلبيه قالت ده يتحكم عليه، يتحكم عليه بدون وجه حق، او انهم يقولوا بالعافيه يمشوا القانون ده. لا، ليست الديكتاتوريه هي الديمقراطيه، حكم الاغلبيه نعم، ولكن ان الاقليات لا تضر باي قانون، على العكس تماما، ده بيبقى ليها تمييز ايجابي لانها اقليه. يعني اللي فاهم غير كده، اللي فاهم مفهوم الديمقراطية يبقى عنده خلل في الفهم، عنده خلل في الفهم. يعني احنا بالعدد بنرشح فلان، لكن هي طبعا ان لو دخل الدين، لو دخل العرق، لو دخل اي حاجة في الديمقراطية يبقى في عيب، العيب ده لازم تحصل فيه قوانين وتشريعات انها تصلحه، مش انها تضفيك حقيقة زي ما بيحصل في دساتير دول العالم الثالث. دستور وكل حاجة، لكن في عيوب، والعيوب دي معناها ان الديمقراطية لا تطبق بحذافيرها، تبادل السلطة ما بيكونش موجود، ودي عيوب في دول العالم الثالث موجودة، وموجودة الى الان وبكثرة، مش دولة او اتنين او ثلاثة، دول دول كتيرة، لكن العالم كله يطالب ان هذه الدول تصل الى الديمقراطية الحرة اللي وصلت ليها اوروبا وامريكا. مالكش دعوة بقى بالسلبيات، انت مش عايز يعني سلبيات ايه وانت كلك ايجابيات؟ ما انت السلبيات بتاعتك محدش مطلعها، لان ممنوع انك تطلعها. مجتمع لا يرى نفسه في المرآة او لا ينتقد نفسه،
انا ما اتكلمش على مجتمع بعينه، بتكلم على كل مجتمعات دول العالم الثالث مجتمعه، ودي كتيره، دول مثلا 40 50 دوله مثلا او يمكن اكتر كمان. فموضوع الديمقراطيه امريكا هتضغط بيه، وهتضغط بشكل جدي. 4 سنين بايدن ما راهوش حاجه غير حقوق الانسان والديمقراطيه. ليه بقى؟ لان الحزب الديمقراطي هو كده، الحزب الديمقراطي دايما هو كده، دي مبادئه واسمه كده الحزب الديمقراطي، يعني من الاسم بتاعه تعرف هو هيضغط ليه، لان هو ده، هي دي مبادئه. الليبراليين ساعات بيبقى موضوع ان تمشي بغير تدقيق في حقوق الانسان والحاجات دي، وده عيب، ده عيب في المحافظين. ما هو الديمقراطيه ما ينفعش انك تفعلها الا حته، ما ينفعش حقوق الانسان تصهين عنها في زمن ما، ما ينفعش، لازم الاتنين يبقوا مع بعض. عشان كده الشعب الامريكي لما بيختار بيختار على الحاجه اللي هو يحسها. هل هو حاسس بالعنصريه؟ ممكن يكون تخللت بعض الشيء في الاعلام، والاعلام وصل الصوره دي، فقال نرجع تاني للديمقراطيه ولتوحيد الراي السياسي في امريكا. امريكا موحده على فكره، يعني ما فيش حد بيختلف. يعني انا ممكن اروح لواحد ديمقراطي وما اعرفش ان الديمقراطي، ماليش ان انا اساله انت بتايد ايه ولا بتعمل ايه، فانا ما اعرفش هو ديمقراطي ولا ريبابليك، هو حر، دي حريه شخصيه زيها زي الدين، لا يسال عن معتقد السياسي او الديني، لأن دي جريمة تمييز مش موجودة في المجتمعات دي. إذا ما فيش انقسام في الشارع زي ما بيتصور الإعلام دول العالم التالت، لكن في انقسام سياسي واضح في القرارات. طبعا طبعا، يعني في حزبين كبار، كل حزب بيحاول ان هو يمشي الدفة لصالحه سواء يمين او يسار، لكن في الاخر خالص هي بتمشي في النص زي ما انا قلت قبل كده. بايدن هيشتغل على حقوق الإنسان، وهيشتغل على الحاجات اللي هي بتهم الإنسان، والمفروض إن المحافظ يشتغل على ده. وفي نفس الوقت هو بيعطي حريات بتبقى متاخدة من منظور خاطئ على أساس إنها ضد الحريات الدينية. يعني إيه؟ ودي بقى اللي عايزين نقف عندها. ما هو زي المحافظين في عندهم أخطاء، برضو الديمقراطيين عندهم أخطاء. يعني انت ما تجيش علشان تدي حرية تجور على حرية العبادة او تسخر من التدين، لا، يعني ابعدوا عن السياسة نعم، لكن لابد ان يكون محترما. يعني قبل ما نبدأ في باقي الموضوعات، ودي السياسة الامريكية المعلنة، وايضا اخبار العالم بتهمها الحاجات دي، لكن في مصر برضو حاجات عن مجلس النواب، وحاجات عن في كمان خبر عن حظر التجول في بعض مدن مصر، وفي مش في كل مصر تقريبا، وفي قوانين يعني مقدمة في المجلس، وأيضا أخبار تخص الكنيسة بتقسيم إبرشية، وفي قوانين الأحوال الشخصية. هنناقش معانا الأستاذ هاني جزيري رئيس مجلس إدارة جريدة الملايين، وأيضا رئيس تحريرها. مساء الخير أستاذ هاني. مساء النور يا أستاذ عادل. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بخير. ربنا يخليك. إحنا يعني على عيد الميلاد اتقابلنا ولا في عيد الغطاس، عشان كده بقول لك كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب يا أستاذ. ربنا يخليك. في حاجات كتيرة قوي في مجلس النواب، واضح إن هو شادد حيله قوي. في 10 قوانين ملغومة بيحاولوا يناقشوها، وما اعرفش لصالح مين. يعني مجلس النواب ده لو بيمثل اكيد هيمثل اغلبيه الشعب المصري، مش هيجور عليها. يعني قانون زي قانون الايجارات يخص تقريبا نص الشعب المصري، يعني نص الشعب المصري لا يمتلك عقارات، 50 مليون، وال 50 مليون دول يهمهم قانون الايجارات ده، انه ما اعرفش ما هو اتطور في الحديث وبقى حاجات جديده، لكن القديم عايزين ينتزعوا هذه المنحة اللي اديتها الاشتراكية زمان أيام ما كانت الدولة اشتراكية 30-40 سنة، وعايزين يجوروا على المستأجر بدون وجه حق. أنا شايفها كده، فإن أي عقار حتى لو أوضة واحدة، هو ما ده عقد إيجار بأوضة واحدة بياخدها ب2 جنيه ولا 3 جنيه، فجأة هتبقى ب200 جنيه فجأة،
من 2 جنيه 3 جنيه هتبقى ب 200 جنيه، يقول لك علشان تعادل الميه والنور والكهرباء. ما اعرفش مين اللي مقدم المشاريع دي وهل هيوافق عليها ولا لا. وصلتك حاجه زي كده يا استاذ هاني؟ ايوه طبعا، هو من مجلس النواب اللي فات برضه تقدم عاطف مخاليف ببعض القوانين، والحمد لله ما نجحش. طلع لنا النائب وليد جبلة بنفس الفكره، وقدم مشروع قانون بيتكلم عن قانون الايجار القديم. وطبعا عايزين بس نتكلم قبل ما نخش في الكلام اللي بيقوله وليد، لان ده مشروع كل الحكايه هيتقدم بيه، والعالم هيتناقش ولا مش هيتناقش، ولا هيترفض ولا هيتركن زي ما بيحصل كذا مره، لان اتقدمت قبل كده. دي ناس ليست لها مصالح مع الشعب، بل بالعكس بتحاول تعمل وضع خلخله للمجتمع المصري. زي ما حضرتك قلت، يعني نتفق او نختلف قليلا عن موضوع ال 50%. مصر دلوقتي فيها نقدر نقول حوالي 40% تمليك، و 20% ايجار جديد، و 20% ايجار محدد المده. فهم بيتكلموا في حوالي، يعني لو جمعنا دول يطلعوا 80 مثلا، يبقى احنا بنقول الشقق اللي على النظام القديم حوالي 20 ل 30% مثلا، او 40 لو افترضنا ده على اقصى حد. يعني لو 20% يعني تقريبا، ما انا بكمل العدد، ما هو ال 20% دول مش افراد. يعني هم 20 مليون. ايوه دول 20 مليون بيأجروا كل اسره ثلاثه، يبقى انا دخلت في 60 مليون. يعني الحسبه متاخده بالنسبتين صح. بالظبط. نيجي نتكلم بقى عن الايجارات القديمه. لما انا كنت بدفع، اولا في ايجارات قديمه دفع فيها خلو لو تفتكر، طبعا في بدايه المشاكل في السبعينات كده، في بدايه السبعينات، فانت خدت مبلغ من ان شاء الله 500 جنيه. انما احنا هنحسبها مع بعض بالبلدي كده. لما انت كنت بتاخد مني 3 جنيه في بدايه الثوره مثلا 52، او في بدايه الملك ان الاقراض بتبتدي من سنه 44، ايوه تمام، مثلا دايما القوانين تتحط ما يعني قبل 44. يعني بتكلف 100 جنيه، حضرتك قلت 20% بما يعني 20 مليون بزاويهم، يعني ممكن يصل الى 40 ويمكن اكثر من 40 مليون من الشعب المصري يخصهم هذا التعديل بالسلب مش بالايجاب. حضرتك كمل اتفضل يا فندم. بالظبط. هم لما يكون فينا 20% من الشقق السكنيه اللي في مصر، فعلا لو قلنا كل شقه فيها ثلاثه بقت 60 مليون فرد اللي هيطبق عليهم القانون، ودول طبعا مشكله. انا بقول انه طبعا ال 20% دول، يوم ما كان صاحب البيت بيأقل الشقه ب 3 جنيه، كان ال 3 جنيه دول يساوي 12 كيلو لحمه، ال 12 كيلو لحمه دلوقتي بيساووا 1500 جنيه على الاقل. انت لما اديتني 3 جنيه كنت عامل حسابك انك انت بتغطي مصاريفك وبتغطي مكسبك كمان. فانت في اللحظه دي لما اديتني 3 جنيه كانت كافيه لتغطيه المصاريف والارباح. عايز دلوقتي بقى تغير القانون؟ لا، نقف عند الحد ده. انت كنت بتحاول تحلي الشقه في عينيا عشان اخدها منك، وكنت ترفع يافطه للايجار وتقول انا هبيضها لك وانا هنضفها لك وانا 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 وانا. اذا انت خدت ثمن العقار بتاعك اللي انت بتقول انك انت مظلوم فيه اكتر من مره على مدى السنوات. كون هو غير مناسب للوضع دلوقتي، يبقى نقدر نتكلم، انما لا تقدر تطردني، لان ده هيكون فيها 100 قضيه دستوريه في موضوع الطرد، ولا تقدر تعلي على الايجار بحسب هواك، لان العمليه محكومه، انا معايا عقد، والعقد شريعه المتعاقدين، ومفيش حد يقدر يغيره. كل اللي بيلعبوا بهذا الموضوع زي مثلا الاستاذ عاطف مخاليف في المجلس السابق، والاستاذ اللي قدم هذا النائب وليد جاب الله، اعتقد ان هم لا يمثلوا اي مصالح للشعب، بل هم بيمثلوا مصالح شخصيه ليهم، وعلى اساس ان المؤجر
ان صاحب العقار مظلوم، لا هو صاحب العقار مش مظلوم، هو عوض مره واثنين وثلاثه ايه ثمن العقار بتاعه، انما هو بيتكلم عن تفاوت في الاسعار حصل في وقت هو اساسا كان بيشتري العقار ب 160,000 جنيه مثلا او 150,000 جنيه، وفي عقارات اشتراها ب 10,000 جنيه في وقت من الاوقات، العقار كله كان ب 10,000 جنيه. وهي لو فضلت شقه عنده عن طريق القانون او محل اعتقد ان هو بيجيب ثمن العقار اللي هو دفعه من 50 سنه في شهرين. بالظبط. لان اقل شقه دلوقتي بتتاجر ب 5,000 جنيه واقل او بتتملك او. نرجع بقى للساده اللي بيقدموا مشاريع القوانين. طبعا هو بيقول في مشروع القانون بتاعه يعني حدد عايز ثلاث طرق لتحديد قيمه الايجارات القديمه، ان هو تبقى الحد الادنى 200 جنيه. طيب يعني الحد الادنى 200 جنيه كده جبتها منين؟ يعني ضربت في كام علشان توصل لل 200 جنيه؟ ضرب في 100 في مثلا مثلا ضربت 100 ضربت 50 ضربت في اوض ب 2 جنيه، مش في اوض لسه ما زالت اوض متاجره كعين مأجره اوضه واحده بقيمه 2 جنيه في الشهر. فتخيل ان ده هيدفع 200 جنيه، يعني هو ضرب في 100 جنيه في 100 مره. مفيش حاجه كده، مفيش حاجه في العالم بتقول الكلام ده. طبعا ده عمليه عشوائيه غير مدروسه. واحد عايز يقدم شكل من اشكال القوانين وكانه تقدم بمشروع يعني لو عندك مشروع يفيد الدوله اهلا وسهلا، انما انت بتتكلم في موضوع يضر فئه من المواطنين المصريين، وده خطا كبير جدا. نرجع تاني للموضوع، لما سنه 97 طلعوا قرار لزياده قيمه الايجارات في المحلات اللي مبنيه بعد سنه 44، قالوا ان احنا بنضرب في 2، يعني مثلا العين ب 5 جنيه، لا نضرب في 2 ب 10، نضرب في 7 الامثال بقت مثلا ب 35 في ضرب في 2 يعني توصل ل 50 جنيه. هذا كلام على العين التجاريه المؤجرة اللي بيكسب منها صاحبها. وقال لك شوف يعني القانون طلع ايه، هنزود 10% كل سنه. ولما لقوا زياده بعد الخمس سنين كده عاليه جدا رجعوا القانون وقالوا ايه، لا 2% كل سنه زياده على المحلات والعين التجاريه سواء شقه او محل. والناس تقبلت هذا، بقت الشقه اللي مثلا ب 5 جنيه بقت ب 70 جنيه بقت ب 80 جنيه بقت معقولة بالنسبة، رغم انها عين بتكسب منها يعني تتكسب منها. تمام. انما تيجي تقول لي نشوف الـ 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 الغاز والكهرباء والمية ونحدد عليها سعر الشقة، طبعا ده شيء غير عادي، لان الكهرباء زادت لانها بتحتاج تطوير، انما الشقه بتحتاج تطوير ايه؟ انا اللي بعمل التطوير في العماره اللي انا ساكن فيها. انت ما بتدفعش حاجه يا صاحب البيت، انت بتاخد اجره. انما الكهرباء اذا قلنا ان زياده بتديني خدمه افضل او لازم، وهو ليه عايز يحدد قانون ما يسيبها للتعاملات الشخصيه؟ هو تعاقد قديم ممكن المستاجر والمالك يعتبر انهم هم الاثنين ملاك ويتقسم بالنص، لو هيتباع او المستاجر يشتري او المالك يشتري، سيبها للحريه الشخصيه، ليه عايز تحدد لها قانون؟ ما هو في ناس مش هتقدر تبيع ولا تشتري، انا عايز اسكن مش مهم، يبقى تفضل يبقى يفضل الوضع زي ما هو عليه، ما هو خلاص زي ما حضرتك قلت كده المالك اخذ حقه. او اخلي الاثنين جنيه 40 جنيه مثلا، مش تقول لي بدايتك 200 جنيه يعني الزيادات المعقوله انا موافق عليها، بس يعني ما يبقاش في تغيير في الشروط، ان العين تروح منه في خلال 3 سنين ولا سنتين. افرض ان واحد لا، هو الحته دي معلش انا عايز ارد عليك فيها حكايه ان بيقول لك الغلق لمده 3 سنوات لغير غرض الاقامه المستقره خارج البلاد، يعني لو انت مسافر ما فيش حاجه اسمها انك انت تيجي الشقه بعد 3 سنين لانك انت مسافر.
افرض عندك شغل في السعوديه، في امريكا، في لندن، في شقتك مقفوله ما حدش يقدر يقوم ناحيتك. بالظبط لما لو كده. انت قافلها وقاعد في شقه تاني داخل مصر، تعالى بقى انت كنت فين؟ هو انت قاعد في شقه تمليك وقافل لي الشقه دي؟ هنا بقى نتكلم، ممكن يكون في كلام. كمان لأكد هذا الكلام، هو في قانون موجود يا استاذ هاني ان انا ما اقدرش اجر في نفس المحافظه او في نفس المنطقه اعتقد ايجارين، يعني شقتين بالايجار، لكن لو عندي واحده ايوه دي تمليك حقيقه. وواحده ايجار انا حر، يعني القانون بيديني الحريه في ده. هو هنا بقى طبعا انت لو واخد في محافظه اخرى من حقك، لانك انت ممكن بالظبط، تكون قاعد يعني هنا انا ممكن وتشتغل ابقى هنا. متنقل في ليا مصالح في محافظه تانيه، فانا هاجر تاني، انت ليه تجبرني ان انا اخد تمليك تاني؟ يعني بالظبط. تمام كده. القانون بقى بيقول لك ايه كمان اللي هو مقترحه، يعني هو مش قانون، هو مشروع قانون، مرور 3 سنوات على استخراج المستقل لترخيص بناء باسمه. طب انا بنيت عماره وما سكنتش فيها، انا مرتاح في، يعني انا مثلا معايا فلوس دلوقتي، انا قاعد مثلا في شارع رمسيس وجالي فلوس وقت بنيت في عزبه النخل، تجبرني ان انا اروح اقعد في عزبه النخل؟ لا مش طبعا، معقول. لا انا حر. بالظبط كده. لترخيص بناء باسمه او زوجته او احد اولاده الكثر، او حصول ايهم على وحده من برامج الاسكان المقرره بالدوله. ازاي؟ طب انا قاعد انا هنا انا وعيالي، لابني راح اقدم على شقه في العبور. ازاي تمشيني؟ واخد بقى حضرتك؟ تمام. ما ينفعش. كل الكلام ده كلام هيشطبوا عليه لانه كلام عشوائي وغير مدروس بالمره، وما تمام يتناسبش مع قوانين الدوله. مرور طبعا، لان 50 هو سنه على ده بدء العلاقه الجزء اللي التجاريه. تمتع بالاشتراكيه من سنه حاجه و50 لغايه سنه 61. 80 مثلا او 82 او لغايه تغيير القوانين، ايوه. فدي على مدار 30 سنه، يعني معناها ان فتره كبيره جدا، وهو كمان كان يعني في دخله هو كان ما كانش بيزيد غير على حسب قوانين الدوله، يعني ما كانش بيزيد بالضبط. الزيادات اللي فيها، بالعكس كان يعني الزيادات كان بيلتهمها زيادة في الأسعار. هو تخصيص الإيجارات ده والحاجات دي كلها على فكرة، يعني كل الدول اللي كانت في الاشتراكية ما زال قوانين الإيجارات زي ما هي، ما حصلش فيها تغيير إلى الآن، ويعني القديم، لكن الجديد ابتدى يتغير، لكن القديم ما بيقربوش ناحيته، بيسيبوه للحرية الشخصية وللتعاقد الشخصي اللي يرضي الطرفين علشان ما يبقاش ظالم لا ده ولا ده. بالظبط. وخلي بالك، ما هو بعد فتره لن تجد عقار مؤجر، يعني احنا بنتكلم على عقارات بقالها 50 و60 سنه و100 سنه و150 انا سنه، اقترحت واخد بال في حضرتك؟ بعض يعني بعض الحلقات اقترحت ان الريال استيت الامريكي كان حل للمشكله دي، يعني بالنظام ان البنك يتمن العقار ويعتبر المستاجر شبه مالك، ويعني يبقى في تفاهم يملكه بينهم يعني الوحدة. على تصفيه الوحده لو في البنك، لو هم مش قادرين، لو ده مش قادر او ده مش قادر، ممكن البنك ياخدها ويبيعها لحد تاني يدفع للطرفين، ودي برضو عامة يبقى هو حل الكلام ده ما تالت. يمشيش هنا، قول لي ليه؟ قول لي ليه ما يمشيش هنا؟ هو صاحب البيت أصلا عايز يهد العمارة ويطبعها. ما هي دي بقى النقطة، هي دي النقطة. عايز يطرد كل الناس دي، رغم إن تمام. السيسي أوقف هذه المهزلة. واخد طبعا بال حضرتك؟ بمعنى طبعا، إيه؟ إن أنت لما هتبني، لما هتهد يا حبيبي، مش هتطلع أكتر من 5 تجار أو 8 تجار حسب من تحت بالظبط الشارع زي ما هي أو حسب مبنية. عرض الشارع. فاوعى تفتكر انك هتطلع 11 و12 زي زمان، خلاص هي وايه زي ما هي. انتهت القصه دي. تمام. فالعقارات في القاهره هتغلى جدا، طب ازاي لان مجلس الارض النواب يبقى مش فاهم القياده السياسيه بتفكر ازاي ويبقى ضدها، ورغما عن هذا ان الشعب هو اللي جايبه، ما هو يعني الشعب اللي اختارك مش 20%، ده 60% منه هو اللي بيأيدك عشان تخش المجلس تبقى انت ضده، تنقلب ضده. هو الحسابات شكلها ايه في المجلس النواب ال5 سنين اللي جايين؟ يعني قول لنا ايه الملامح كده يا استاذ هاني. يا فندم. الملامح يعني اديك ادي ملمح من الملامح اللي انت شايفها. رأسمالية يعني. يمشي عاطف مخاليف، يطلع وليد جبلة، يمشي الهاني عجينه،
يطلع لي رياض عبد الستار اللي قال لك ان الفنانات مفسدين في ال... ايه ده؟ انت جاي تتكلم في ايه يا عم؟ احنا جايين نتكلم سياسه وبلد وحقوق ناس، مش جاي تقل ادبك على على الفنانين. ما هو مش لاقي حاجه يقولها، مش لاقي حاجه بيفهم فيها، وما بينتقدش ما عندوش بديل للمشروع المقدم من الحكومه، فلازم يقول اي حاجه بقى، يعني هو عايز يثبت وجوده وخلاص يعني. ما هو عايز كمان يؤكد لسياده السلفيين والاخوان ان هو ابنك اهو في المجلس وبيتكلم بنفس الاسلوب اللي انتوا بتتكلموا بيه. واخد بال حضرتك؟ اعتقد ان على راس المجلس مستشار نحترمه، سياده المستشار حنفي الجبالي. حنفي الجبالي اعتقد ان ده مش هيرضى بالمهازل دي يعني، اعتقد يعني. اتمنى ذلك واتمنى ان يكون يعني متيقظ لهؤلاء اللي بيتكلموا في مواضيع لا تليق بمجلس النواب اصلا ان هو يتكلم فيها. بالعكس، ده انا يعني فلان لبس كذا وفلان قلع كذا بالظبط كده، مميزات تنكيس يعني كدا. يعني انا اقدر اتكلم على المستاجر اللي صاحب العماره مش قادر ينكسته العماره، فهل ممكن الدوله تتحمل ده لان المستاجر غلبان وصاحب العماره مش مهم بالنسبه له لانه ما بياخدش منها فلوس؟ فيعني تبقى على عاتق السيتي اللي هي المدينه يعني، او مجلس المدينه او المجلس المحلي او الـ 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 البنك العقاري ايا كان، يعني دي مشكله لازم تتحل. أيوة. المفروض يتكلموا في المشكله دي مش يتكلموا في القضاء على المستاجرين اصلا. مثلا يعني حقيقه انا استغربت من الخبر غالبا لا صعب، هو صعب. انا ماليش شقق في مصر عشان كده انا مش صاحب مصلحه يعني. لا انا مستاجر ولا انا مالك، لا ده ولا ده. لا هو حضرتك زي ما بتتكلم بالظبط كده، ان هو يعني مشروع قانون عشوائي. اعتقد انه مش هيعدي الجماعه القانونيين بقى. طبعا، لا طبعا، لان الجماعه القانونيين اصلا هيردوا يقولوا له هنا في عدم جسوريه لاي قضيه توقف كل هذا الكلام لو طلع القانون، وهو ده لو طلع ما ينفعش يطلع القانون بهذا الشكل. لو حبينا نقسم الاتجاهات في مجلس النواب، هل في اتجاه يساري في مجلس النواب ولا كله ليبرالي؟ يعني شايفه ايه؟ لا طبعا في يساري، وفي ما بقاش في حاجه اسمها يساري دلوقتي. اشتراكي يعني، خليها اشتراكي علشان تبقى الكلمه مستصاغه يعني. عندنا معارضه واغلبيه، واعتقد ان المعارضه اللي موجوده فاهمه وواعيه. يعني عندنا مثلا ضياء الدين داوود ما زال في الوضع، عندنا اثنين من حزب التجمع نجحوا. لا في ناس كتير هتاثر طبعا. وبالمناسبه بننعي زميلنا الاستاذ سيد عبد الغني رئيس حزب المصيري وامين صندوق نقابه المحامين، توفى بكورونا يوم 5 يناير اللي فات. وهو اخو الاستاذ الدكتور المهندس محمد عبد الغني عضو مجلس النواب السابق. يعني تقدم بكل العزاء لاسرهم والله يرحمهم جميعا يا رب. احنا بنتكلم برضو الدكتور محمد عبد الغني عايش الحمد لله، ربنا يديله الصحه. هو كان عضو مجلس نواب سابق. عضو مجلس نواب سابق عن دايره الزيتون. ربنا يديله الصحه. احنا الله يخليك. فطبعا لا هتكون الاتجاهات كلها موجوده. هيكون في شباب جديد حلو طبعا. يعني هل الشباب ده يعني ممكن انه يعني يعارض حاجه زي كده، ولا هتبقى العمليه انه اعتقد ان الشباب ده انه دخل مجلس النواب يعني اعتقد انه مرتاح ماديا، فممكن ما يكلفش خاطره. يعني مش عارف يعني، انا برضو محتار لسه، ما شفتش تفاعل شديد قوي من الشباب او المراه كمان، لان يعني المراه ممثله بجد في هذا المجلس بنسبه عاليه جدا، وانها تقدر تقول كلمتها لان هي بتمثل المراه اللي هي بتمثل جزء من ال 60% من 60 مليون اللي مكونين الاسره بحوالي 20 مليون امراه، يعني يسكنوا 20 مليون عقار بالايجار. ايوه احنا املنا كبير في شباب التنسيقيه، تنسيقيه الاحزاب والشباب. شباب واعي على فكره، وشباب متفتح، وان شاء الله مؤهلين لان هم يتبنوا هذه القضايا.
طبعا حضرتك تعرف عماد خليل الصحفي المعروف، اكيد. طبعا ابننا اللي اتعين عن طريق سيادة الرئيس، وطبعا دينا عبد الكريم، وبرضه كان عندنا شباب كتير يعني. هو يعني، في اتنين في وكلهم الاعلام، طلبة. في اتنين في الرياضه، وفي من الشباب كتير، وخصوصا المراه ممثله بقوه. وانا لما شفت دوريه شرف الدين ودينا عبد الكريم، انا يعني بصراحه قلت المجلس ده ابتدى يعني ينتقي فعلا عناصر باختيارات الشعب طبعا. يعني اعتقد هيحصل فيه تغيير في ال5 سنين اللي جايين، لان ال5 سنين الاولين احنا ما حسيناش بالمجلس، لان كان ليه مهمه محدده، هي في قوانين من قبل عبد الناصر لم تعدل من الاربعينات والعشرينات والثلاثينات، ودي كانت مهمه المجلس كتشريع انه يهتم بهذه القوانين. فساب الدور الرقابي لاجهزه النيابه الاداريه وغيره والمباحث ومباحث الاموال العامه، لانه فعلا ما كانش فاضي، لان ده تقريبا كان بمعدل من 10 ل 15 قانون كل يوم كل يوم. فيعني ان هو ايوه يطلع ده، يعني الحته التشريعيه كانت تهمه قوي، واعتقد ان هو نجحوا في انتاج كم من القوانين هائل، حتى لو في قوانين هتبقى بمعدل كلمه او كلمتين هيبقى العبء مش ثقيل كتشريع على المجلس الحالي. المجلس الحالي مكون من بنسب معروفه، في حاجه مستقبل الوطن هو الاغلبيه اعتقد. هل ايوه ممكن ان هو يكون حكومة ولا العدد غير متاح، ولا السياسة غير متاحة له ان هو يكون حكومة برئيس وزراء او غيره؟ دي هنشوفها على مدى العقود القادمة. لكن الابرز حاجة ان الشباب ممثل كويس، المرأة ممثلة كويس، يعني مش ناقصنا حاجة، حتى الاقباط برضه ممثلين كويس، مش وحش يعني انه يبقى تقريبا 40 عضو او يمكن اكتر شوية، فيعني ده مش قليل، لكن هو مش كتير، لكن مش قليل على انهم يعني يبقى في رأي موجود لاكتر من 17 ل 20 مليون قبطي موجودين جوه مصر. حضرتك هل التوليفه دي يعني الشعب المصري واخد باله منها، ولا هي جت كده؟ يعني هل الناس فعلا انتخبت ده، ولا هي جت بالصدفه كده؟ لان ساعات الديمقراطيه لا يعني ما تحصدش احسن مع احسن حاجه يعني. اتفضل. الديمقراطية طبعا في رأيي لا تأتي بأفضل الحلول، لكنها هي أفضل لكنها الحلول على الإطلاق. نعم، لكن التشكيلة اللي موجودة في مجلس الشعب، في مجلس النواب، تشكيلة تبع القانون، ادت، ودي طبعا ترجع للرئيس، انه ادى المرأة حقها بقوانين، وادى الشباب حقه بقانون، وادى كمان المرأة وضعها بدون قانون لما عين كل هذا الكم من الوزيرات في الوزارة. انا شايف ان المرأة، وكل لما تتقدم المرأة كل ما تتقدم البلد، تبدأ أكيد. انا مقتنع بكده طبعا. كل اولا بنشوف فكر جديد، بنشوف دم جديد، بنشوف طريقه جديده للاداره، واعتقد ان اغلب الوزيرات ناجحات في مصر، حتى لو هنقول بعض الملاحظات، لكن اغلبهم ناجحين بدليل ان هم بيتكرروا مره ثانيه، يعني بيتعينوا مره ثانيه في الوزاره، دليل على كفاءتهم في مكان في اماكنهم. انا شايف برضو ان احنا سامعين انه في محافظين من النساء جاي في محافظه دمياط مثلا وغيرها، انا شايف انه دي مواقع ما كانتش بتدخلها النساء نهائي، ما سمعناش عن عشان محافظ مثلا في محافظه النساء، لا احنا شفنا هذا. لكن هي نسبة مبشرة بالخير يا أستاذ هاني، نسب تمثل المجتمع المصري مبشرة بالخير، وأعتقد أن هذا المجلس سيكون مختلفا، مش هيبقى يعني كوبي بيست زي اللي فات يعني. لا طبعا.
لا طبعا، لان كمان اشكرك يا استاذ المشاكل هاني انك هتبقى طمنت مختلفه. الناس على قوانين الايجارات اللي هي جايه كده من الهوا، وانها يعني هي تحت الفحص والدراسه، واعتقد ان في نواب في مجلس النواب فاهمين يعني ايه من 40 ل 60 مليون هتبقى عليهم يعني سلبيه هذا القانون لو مشي، فاعتقد انهم هياخدوا بالهم يعني. شكرا جزيلا استاذ هاني جزيري، رئيس مجلس اداره جريدة الملايين الإلكترونية، وأيضا رئيس تحريرها. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. معانا سيادة المستشار الأستاذ الدكتور إيهاب رمزي، وأيضا عضو مجلس النواب الموقر، وبنقول له ألف مبروك، بقالنا كتير ما تدخلناش معانا على مداخلات تليفونية. بنرحب بيك يا أستاذ إيهاب. أهلا وسهلا أستاذ عادل، إزي ربنا يخليك حضرتك؟ يا فندم. مبروك الأول طبعا أهلا العضوية، بحضرتك. وأنت أهل لها وحاجة شرف لينا كلنا، وأنا كنت طبعا تعيش من تعيش المؤيدين يعني على صفحات الفيسبوك إن حضرتك راجل قانوني وفاهم ولك سابق قبل كده في مجلس النواب اللي فات، وإن شاء الله يبقى يعني حاجة كده مفرحة، لأن أنا شايف كم يعني كم من الشباب، وأيضا تمثيل المرأة وتمثيل الأقباط أعتقد هتكون مختلف. كلمنا عن هذا المجلس النواب، ويعني في قانون يعني ده السؤال اللي بعد كده، لكن مجلس النواب ليه ده هيبقى مختلف عن اللي فات؟ اتفضل يا فندم. أول حاجة مجلس النواب يعني أنا رؤيتي ليه إن هو أقوى مجلس ممكن إنه يعني تشاهده مصر في الفترة الحالية، لأنه وأقوى من البرلمانات السابقة. أول حاجة هو فيه تمثيل كبير وتمثيل جيد لكل طوائف الشعب وأطياف وكل الأطياف السياسية في مصر، تمام. ده أول حاجة. وبالتالي مصر كلها ممثلة في هذا المجلس، وده ما يميزه، ما يميزه يعني ما فيش إقصاء لأحد يعني، وده يعني حتى كمان يعني، لكن ما عدا طبعا إيه الإخوان يعني، ما عدا الإخوان. لكن هذا المجلس الكوادر اللي فيه والرموز كوادر كلها وطنية قوية، كلهم لهم في جزء كبير لهم خبرات سابقة في الحياة البرلمانية، وهذا المجلس بالفعل يعني شايفين بدايته بداية قوية جدا، كل الحكومة بكامل وزرائها كل منهما يقدم برنامجه لتقييمه من جانب السلطة التشريعية أو يعني من جانب البرلمان، وده في حد ذاته والجهة الرقابية يعني. يعني إحنا اللي بنقيم، يعني الحكومة بتعمل برنامجها على مجلس النواب عشان مجلس النواب يعيد تقييم الحكومة، تمام، هل هيجدد الثقة للحكومة أو لا يجدد الثقة للحكومة. وده طبعا هذا الأمر في حد ذاته يعني أقوى يعني مشهد للبرلمان، أكيد. ودي قمة الديمقراطية، وإن احنا إزاي بتعيد تقييم تاني الوزراء وبرنامجهم. وبتشوف حضرتك الوزراء عندنا يعني البرلمانيين بالفعل يعني في جزء من الوزراء بيتم مهاجمتهم على برنامجهم وبتم مهاجمتهم على تقصيرهم وبلا يعني بلا هوادة، بلا تخاذل. طبعا، تمام. وبلا يعني عاوز اقول لك انه معركه، هذه هي معركه برلمانيه موجوده الان بتشهدها مصر، بالظبط كده، وده على خلاف العصور السابقه، خلي بالك يعني على خلاف العصور السابقه. يعني البرلمان رقابه، البرلمان ال 2021 رقابته رقابه قويه بلا طبطبه تماما على الوزراء او السلطه التنفيذيه يعني. تمام. وايضا فده يعني ايضا جزء يعني حته بس عايز استفسر على القوى السياسيه كلها، هل في اغلبيه سياسيه موجوده تبع حزب معين ممكن انها تؤهل فيما بعد، يمكن مش الدوره دي، يمكن الدورات اللي بعد كده يبقى الحزب الاغلبيه هو المكون للحكومه او مكون للحكومه الائتلافيه او ما شابه ذلك، يعني ممكن نشوف المنظر ده بعدين. تفضل يا دكتور.
بص، هو دلوقتي الأغلبية دلوقتي الحزب مستقبل وطن، وده الحزب الأول في البرلمان، الحزب الثاني هو الشعب الجمهوري، ايوه وبعدين باقي الأحزاب كلها يعني يكاد تتساوى يعني، لكن أكبر حزبين موجودين في البرلمان هو مستقبل وطن والشعب الجمهوري. الشعب الجمهوري 50 مقعد، مستقبل وطن 300 وحاجة و30 مقعد، وده في حد ذاته دي الأغلبية يعني البرلمانية. هل الشعب الجمهوري اتجاهاته اشتراكية أو ما شابه ذلك؟ لا لا، ليبرالي. كلها أحزاب ليبرالي طبعا، ليبرالي. مفيش أحزاب اشتراكية يعني، عدد مقاعدها ضعيفة جدا، لكن كلها أحزاب ليبرالية، كلها أحزاب مدنية، وكلها يعني كلها انت كلها بتشوف شكل مصر يعني، يعني انت تمام. بتشوف شكل مصر. اكبر نسبة تمثيل للأقباط في تاريخ مصر في هذا البرلمان، بالستة اللي وده عينهم في حد الرايت. ذاته برضه، لا غير الستة، لا لا انتخابات ما هو بالانتخابات 36 احنا. وستة للرئيس يبقى 42 تقريبا. طيب انت ما شفتش برلمان ما كانش موجود فيه في مصر في 42 قبل كده. 42؟ مظبوط، صح كلامك مظبوط. ما انا مستحيل. بأيد بالنسبة يعني، او بأيد بالعدد. ما انا بقول عليك لأكبر نسبة تواجد مشاركة أقباط فعلا، وكل الأقباط الموجودين يعني كلهم رموز يعني، هو يعني الرئيس حلها ف يعني للفردي لان الفردي لم ينجح احد بالنسبه للاقباط، فما كان السته اللي كانوا بيعيدوا تقريبا عين سته مكانهم، يعني العمليه متوازنه. لا يعني لا لا في يعني عاوز اقول لك، لا في الفردي لا نجح، في مجدي ملك نجح في سمرات فردي يعني حسب معلومات يعني، لكن لا في تمثيل لاخباط 42 قبطي ده برضه. انت لو تفتكر زمان الاخباط في ايام مبارك ما كانوش بيتجاوزوا الثلاثة أربعة واحيانا اتنين في واحيانا البرلمان واحد. كله، لا بقول ما يتجاوزوش الثلاثة والأربعة يعني في تقريبا كانوا أيام بيبقوا في برلمان اللي هو 11. مستشارين الدولة او محامين استئناف او يعني رموز، يعني كان مجرد لا رمز فقط يعني. كانوا بيجوا التعيين، وكانوا بيجوا كده، ما كانوا بيجوا التعيين وما كانش مشاركة الأقباط فيها، ما كانش في مشاركة، ما نقدرش نعتبر إن في مشاركة يعني. لا طبعا. ومن ضمنهم كان أحد الوزراء هل يعني، كان عضو، كان المشاركة زمان المرة دي الوزير مختلفة يا دكتور؟ مشاركة الأقباط المرة دي مختلفة؟ طبعا طب نشكر طبعا ربنا. 42 قبطي، بتكلم في أيوة، ما أنا 42 عايز قبطي. وبعدين 42 صوت المشكلة كمان، أشوفهم في المجلس بيقولوا إيه؟ لا يعني لا هما كان في المشكلة كمان 38 أو منهم 37 المرة اللي فاتت، كان واحد أو اتنين بس اللي ظاهرين، وهقولهم لك بالاسم، كان عماد جهاد والدكتورة نادية أمينة، هند، ما فيش غيرهم. لا هو كانوا كلهم كويسين، لا بس يعني انت لا يمكن كان ما يعني كان بلوت المجلس عموما ما كانش مهتم بأي حاجة غير التشريع، وأنا قلتها في بداية الكلام، لأن كانت القوانين لا هقول لك على حاجة، يعني كان بمعدل كل يوم من 10 ل 15 الأقباط، قانون يعني. بص الأقباط في البرلمان ده ماسكين مناصب جوه المجلس، تمام. ودي برضه نقطة جوهرية. وفي وبينهم وكلاء لجان كتير موجودين، ولجان قوية يعني، فهم برضه مش وجودهم في البرلمان بس، لا دي كمان ماسكين قيادات داخل البرلمان، ده جميل. فدي برضه في حد ذاتها يعني وكيل لجنة تشريعية متنوعين برضه يا استاذ يعني. هاني، يعني في قانونيين يعني اساتذه في القانون زي حضرتك، في الاعلام، وفي ايضا كمان في مجال الاقتصاد في اتنين اعتقد، وفي في مجالات كتيره يعني، في حتى كمان لا لا في مجالات كتيرة يعني، احنا يعني عندنا كمان مش فنيين كلهم في من نوعيه التنمية واحده يعني. يعني. لا 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 عندنا الدكتورة منال هلال دي مثلا فنانة تشكيلية، ما بالظبط كنت كده. حدش يعرفه ما أعرفها قبل كده، بس يعني لا متنوعين يعني، بقول لك في كل المجالات، تمام. في كل المجالات، فيعني زي ما بقول لك يعني برلمان مختلف يعني، مش بكلمك كلام عشان أنا فيه، عارف انا ما بقولش الحق يعني، ما هو مختلف فعلا، ما فيش في تاريخ مصر برلمان شارك فيه 42 قبطي، دي نمرة واحد، و42 قبطي نصهم ماسكين قيادات جوه البرلمان،
ده جميل. فيعني برضه ده جزئية، جزء يعني ما بنشوفوش يعني تمام. ما. فلكن لكن في الحمد بعض لله بداية يعني قوية في بعض الناس مقدمة زي قانون الإيجارات القديم، وده لغم أو ده يعني حاجة كده يعني صعب قوي إنك تاخد قرار أو تعدل قانون يهم أكتر تقريبا نص الشعب المصري ساكنين بإيجار. بقول لك، هو احنا لغايه دلوقتي ما تمش مناقشه اي قوانين حتى الان، لانه مشغولين في عرض برنامج الحكومه، وبالتالي هيتم عمل اللجان، واللجان كلها متوقفه، هيتم عمل اللجان بعد الانتهاء من عرض بيان الحكومه، وده بعد كده هو هنخش في اللجان ونبتدي بقى في مشاريع القوانين نبتدي نتكلم فيها، ومنها قانون الإيجار الأماكن. لا شك طبعا قانون إيجار الأماكن من القوانين اللي هي يعني حساسة جدا، وأمن قومي، والشعب كله منتظر يعني تحقيق عدالة اجتماعية فيها، اتزان ما بين المالك والمستأجر، كل هذه الأمور الشعب طبعا منتظرها، وهي المعادلة صعبة جدا، لكن إن شاء الله نقدر نحقق فيها توازن كبير يعني. تمام. فلما نخش في مراحل مناقشة القانون أقدر أتابعك وأقول لك يعني تطورات إيه هو لسه في هذا مجرد ان هو القانون يعني. تقديم اقتراح بقانون يعني، عارف يعني ما لا هوش هو كان لسه ما تقدمش، بس هو كان موجود من في ال الدورة التشريعية الأولى يعني، موجود في الفصل التشريعي السابق، فاترحل للفصل بس هي التشريعي الثاني. لكن لا، المرة دي في نائب هيبتدي كمان بيقترح على مستوى الإعلام. ما اعرفش الإعلام مش موضح الصورة دي برضه يا دكتور، عايزين نفهمها للناس، لأن هو قال إن الحد الأدنى للإيجارات هيبقى 200 جنيه للسكن و300 جنيه لا لا لا، بص اقول لك حاجه يا استاذ علي، لا بص ما تشوفش اي يعني دلوقتي ما فيش اي مناقشات في اي قوانين، لكن انا من ضمن القوانين محل اهتمامي هو قانون ايجار الاماكن، تمام. وده انا اتناوله يعني بصوره جاده جدا، وهنسعى لي يعني الخروج للنور، واحنا لينا افكار فيها في هذا القانون، يعني من خلالها نقدر نحقق عدالة ما بين يعني أطراف المجتمع، ما بين المالك والمستأجر. إن شاء الله إحنا لينا رؤية قوية جدا في هذا القانون، ولازم القانون يطلع لأنه طال انتظاره، وفي ظلم كبير جدا للمالك، وده في حد ذاته لابد أن نرفع هذا الظلم وسريعا يعني. بس ما يبقاش بالجور على المستأجر يعني، في حدود المعقول يعني. لا لا، لازم هيكون في، بص في توازن مطلوب جدا، لازم هيكون في عدالة وتوازن ما بين الطرفين، لأنه برضه المستأجر ده قطاع كبير من الشعب يعني ما يقدرش، ففي حرص شديد في هذا القانون بالذات يعني. فنطمئن الجميع ان القانون هيطلع متوازن جدا، وهيحقق عدالة كبيرة، وفي حد ذاته خلاص بقى يعني لازم، يعني احنا اتأجل كتير جدا وما ينفعش، لازم يعني يطلع للنور بأي شكل من الأشكال وفي أي وضع، إن شاء الله هيكون هيريح الناس، هيطمئن الناس جميعا، وهنحقق التوازن يعني. القانون الملغوم الثاني وخاص بالأخباط والحياة الشخصية يعني أحوال شخصية عن الطلاق في المسيحية أو في الكنيسة الأرثوذكسية أو في الثلاث كنائس مجتمعين، إيه اللي معروض، المقترح اللي معروض، وليه أجل من الدورة التشريعية الأولى للدورة التشريعية الثانية؟ بص ما يعني لغايه دلوقتي مشروع القانون مش مقدم، لا معلش بس تبقى عارضه حضرتك، لغايه دلوقتي احنا ما شفناش، مش موجود في اللجنه التشريعيه اساسا، ما فيش نائب قد تقدم بيه، فكل ده كانت اقاويل بتقال انه تم اعداد القانون، لكن القانون لم يقدم الى مجلس النواب حتى الان، لكن برضه من القوانين محل اهتمامي الشخصي قانون الأحوال الشخصية لغير المسيحيين وللمسيحيين.
تمام لانه ده ما فيش توازن ما بين الزوجه والزوجه تماما في القانون، سواء القانون للمسلمين او لغير المسلمين او المسيحيين يعني. فالاثنين دول من القوانين ينتظمهم المجتمع، وده في عداله لابد ان تحقق تمام يعني. في حاجات كتيره، في مجالات كتيره، سواء في الطلاق، سواء في الحضانه، سواء في لأن الطلاق الهوية، هنا سواء ممكن في أن يقع النفقة. بمفهوم أو بمنظور من شريعتين، شريعة بتبص على النظرة على أنها زنا، وشريعة بتبص على أن لازم يبقى الزنا الكام، يعني حاجة كده بين الاتنين، وأدلة الزنا هنا مستحيلة، وأدلة الزنا هنا أو علة الطلاق هتبقى المفروض أنها تبقى أستاذ عادل، تحاول أن تثبت يعني. فأعتقد أن ربنا يكون معاكم في القانون ده يعني. يا رب يعني احنا لازم هيكون القانون ده يعني لازم هيتغير. اولا لازم نبقى فاهمين انه اسباب التطليق في اللي موجوده في القانون القديم اللي هو ما فيش طلاق العيلة الزنا ده، لازم يتغير. لانه حتى لو كانت الكنيسه ايضا يعني لا تؤيد تغييره، لكن احنا في ده نظرتنا على العكس، ده انا سمعت ان كبرلمانيين الكنيسه بتقول 5 سنين وثلاث سنين وحاجات كده يعني، انه يثبت انه كمان الهجر هي لمده 5 سنين انا والحاجات دي. يعني انا المشروع القانون مش معقود الان، بس لابد انه هذا القانون يتم تغييره ويوجد وان يتم التوسع في اسباب التطليق عند لدى المسيحيين، وده امر هام جدا لوجود يعني من احتكاكنا وملامستنا للواقع العملي. في وجود مشاكل كبيرة جدا في العلاقات الزوجية، ويلجأوا إلى طرق تانية فيها تحايل كبير علشان على القانون، علشان من أجل الوصول إلى التطليق. فده طبعا في حد ذاته لابد أن يعالج يعني. تمام فبرضه اطمئنك انه خلال الدوره التشريعيه الحاليه في 2020 21 ان شاء الله هتشهد ثوره قانونيه جديده يعني على خلاف البرلمانات السابقه يعني. تمام، عايزين بقى الجديد، يعني ايه الجديد اللي احنا ما نعرفوش عن القوانين اللي ممكن ان تناقش وهتفيد المجتمع والناس كلها هتبقى يعني بتحفظ هذا الجميل لهذا المجلس يعني، قول لنا حاجة منهم كده يا دكتور، أنا عارف إن المفاجآت كثيرة النهاردة لكن بص، هو حاجة منهم. اقول لك ده اقول لك احنا مش هقدر اقول لك لانه لسه ما فيش جديد. مشروع احنا يعني، ما خليه مشروع يعني، مش على أساس إنه حاجة تخص بص زي الأسعار، ما بقول حاجة لك تخص السكن وتوفيره من ضمن من الدولة، حاجة تخص البنية التحتية، حاجة تخص المواصلات، حاجة تخص فئات معينة، أكيد في قوانين هترضي المجتمع المصري في هذا الشأن، وحضرتك عندك الكثير، لكن أنت أنا عارف إن أنت بتتكلم كل حاجة في وقتها، وربنا يكون معاكم، وإن شاء الله نتمنى لهذا المجلس الموقر التوفيق، ودايما نفتخر ب يعني ب ب بكل نوابنا لأنهم بيعملوا من صالح الشعب، والشعب فقط، الشعب والدولة طبعا يعني. ربنا يكون معاكم، أكيد وتحب طبعا. تضيف حاجة تانية؟ طيب يعني متشكر. تحب تقول حاجة تانية لا للمجلس في الاجتماعات في متشكر لا هو أنا إن شاء الله يعني هنتابع مع بعض، إحنا لسه في بداية البداية يعني. الدورة البرلمانية، وإن شاء الله هنتابع مع بعض في كل ما هو جديد يعني. ربنا يخليك، ودايما بتخصنا دايما بالجديد، وشكرا ليك، وشكرا يعني حتى في الإعلام أنت بتحتاط، ويعني قانوني من القانونيين اللي بنحترمهم جدا، وما بتحبش تتكلم إلا لما يكون ربنا الحاجة في يخليك. المناقشة. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب الموقر. شكرا يا فندم، وتصبح على خير، معلش أخرناك. شكرا يا فندم. معانا من تكساس الأستاذ سام، مساء الخير يا أستاذ سام. أهلا، مساء النور. اتفضل يا فندم. لا أنا بس عايز أعلق على كلام المستشار اللي كان بيتكلم ده. اتفضل يا فندم. بس لو سمحت ما تقاطعنيش، مش يعني هقاطعك عايز يا فندم. أقول كلامي كله وبعد كل كده كلامك. حضرتك عايز اتفضل يا فندم. بص بعد كده بعلق زي حضرتك زي ما عايز تعلق. اتفضل يا فندم.
فأول حاجة أولا البرلمان والحاجات دي كلها دي عملية صورية لا أكثر ولا أقل، ده دول محطوطين وجايبينهم بنظام معين ومحطوطين، مفيش حد يعني نجح كده تقدر نقول إن هو سياسي أو لا لا لا، دي أول حاجة. تاني حاجة يعني أولا البرلمان منتقى من القيادة السياسية؟ آه طبعا، ماشي، اللي هو ده لو ما تعرفش ده حاجة رأي زي كده حضرتك، حضرتك، بنحترم كل الآراء، اتفضل يا فندم. ده هو ده الأكيد يعني، مش ما أنا أنا بقول الكلام أنا ده، بقى اسأل الناس كلها. ما أنا لو قلت رأي تاني ما مش هتقول هو الأكيد، يعني ممكن أقول الأكيد في كلام، بس هو حضرتك ده رأيك وبنحترمه، اتفضل يا فندم. اه طب تقدر تقول لي البرلمان اللي قبل كده عمل ايه؟ ولا حاجه. عمل عمل ايه؟ قوانين، كان لا بيقول كان عمل قوانين وتشريعات وعدلها، وفي حاجات اتعدلت كتير يعني. هو ما عدلش غير الدستور عشان لا لا، الفيدرال عدل يفضل قوانين مستمر طول مناسبة عمره. للدستور، وعدل قوانين كانت من أيام الملك فؤاد لم تعدل ولم ينظر إليها. يا استاذ، يا استاذ سيبك من الكلام، سيبك بس، هو ما عدلش غير الدستور وعدله عشان خاطر سياده الرئيس يستمر لحد سنه 2009 ده رأيك، بس 2900. هو في قوانين مش تانية رأيي، هو ده، اتعدلت هو غير ده اللي الدستور حاصل. يعني. هو ايه اللي اتغير غير كده؟ لا، في حاجات ايه كتير اللي اتغير؟ اتغيرت في ما فيش القوانين. حاجه اتغيرت، لا، في كل القوانين حاجه زي حاجات ما كتير هي. اتغيرت، وهو ازاي ظهر السيد الرئيس كان اصلا وقانون بناء بعد الكنائس ما طلع دقيقه في واحده، الدورة دقيقه واحده، التشريعية اللي قناه ايه؟ فاتت. ده قانون اللي هو الكنائس، ده قانون ايه؟ ده قانون لقفل الكنائس. قانون لقفل الكنائس، ده رأي حضرتك، لكن انت ايه رأيك في بالنسبه ان لغاية دلوقتي حوالي 3000 كنيسة تعدلوا يعني قننوا في وماله مصر اكيد، يعني؟ ومش كانوا مقفولين، لا، كانت تم تقنينهم، في كنائس اتقفلت مش وعليها كانوا مشاكل. انا مقفولين معاك، حضرتك، مش ثانية كانوا واحدة بس، مقفولين. ما هو التعميم انا ما اقدرش اعمم واقول ان يعني الدولة بتفتح لي وبتقنن لي 3000 كنيسة وقفلت 10 كنائس، نقول المشاكل بتاعت ال10 كنائس، لكن الإيجابية طب كنت اقدر بتتكلم اذكرها. دقيقة واحدة بقى، اتكلم انا بقى، ما انا بكلمك اهو، اتفضل. انت بتكلمني، انا بقول لك ما تقاطعنيش، انا لا اقول له يا قول وبعد فندم، كده بقى نتعلم احنا براحتك. برنامجنا اسمه حوار، اتفضل. ماشي، ما الحوار بعد ما اخلص حضرتك تعلق ما في ونتحاور، وجودك برضو عشان ترد عليا، اتفضل ما انا هرد عليك برضه، نتكلم اتفضل. وبعد كده انت رد، ولو في رد ما عجبنيش هرد عليك، لا اتفضل يا ما فندم، فيهاش مشكله. اتفضل. انما بص، ده كله صور، صوره موجوده، ده كله تكمله الايه، عارف ديكور بتاع رئاسه الجمهوريه. السيد الرئيس هو اللي بيؤمر، وهو اللي بينفذ، وهو اللي بيعمل، وهو كل حاجه. هي بجد ده فيلم كبير موجود في بلدنا، لا يتعدى اكتر من ان هو الرئيس هو البطل والمخرج وكل حاجه. طب الاشكال التانية دي بقى، اللي هي عمليه البرلمان وعمليه مش عارف القضاء، ومش عارف القضاء ده يعني بيتعمل برضه بناء عن كلام عن اللي بيقوله السيد الرئيس. يعني هل القضاء مثلا زي اللي هو الراجل لا، اللي هو القضاء بتاع هو ده، يعني حتة مسيس أو غير مسيس دي، هو بيعلن إن القضاء غير مسيس بدليل. ثانية واحدة بس، في حاجات صدرت دقيقة واحدة يا فندم، ضد أكمل إرادة كلامي، القيادة السياسية وهقول لك عليها. كلامي يعني النهارده تيران وصنافير، اللي هو الراجل اللي ماسك الوقت رئيس البرلمان، مش ماشي هو اللي حكم، تمام. مش هو اللي حكم يا تيران وصنافير وانا معاك، بتاع ده وانا مؤيد السعودية. الحكم ده على فكرة يعني، انا من طب لان ماشي، الحكم ما ده مش يبقى انت، بتاعه هو، يبقى الحكم ده من سيادتك بقى، 77 من يبقى اتفاقية سيادتك السلام. بقى، يبقى سيادتك بقى تبع اسمعني، الاعلام ممكن تسمعني؟ مش انت قلت رأيك؟ المصري. هذا الحكم ليس بتاع امبارح او اول امبارح، الناس فاهمة غلط. هذا الحكم باتفاقية السلام بين السادات واسرائيل، ان المياه دي تبقى مياه دولية، وعشان تبقى مياه دولية الجزء الثاني ما يبقاش تبعك. ايوه انت عارف حسيتك بتوغوش كده، عامل زي احمد موسى لا يا حبيبي، انا ما بغوش، انا بدي لك حريه كامله انك اكمل تتكلم. كلامي. انت مش طيب عايز، النهارده انت مش عايز الراي الاخر يعني، حضرتك مش عايز الراي الاخر. تيران وصنافير دي سعوديه؟ طبعا طبعا طبعا. خلاص، يبقى طب الواحد بقى منتظر ايه من برنامج ده واحنا قاعدين في بلد وحده شكرا. سعوديه؟ ما انا بقول لك دول سعوديه، انت عايزين بتقول ايه لا من دول مصريه. سعوديه؟ بالقانون ايه مين اللي المصري يا راجل؟ سعوديه، ده بالقياده السياسيه السعوديه، بمجلس النواب السعوديه، مين اللي قال الكلام ده؟ اهو مصر كلها بتقول الكلام ده. بقى من 7000 سنه بقى السعوديه النهارده، مين قال 7000 سنه؟ انت كان عندك حدود من من 7000 سنه 7000 سنه بقت السعوديه، يا بقت عم احنا كنا السعوديه السعوديه مستعمرين النهارده. لغايه ده محمد علي. يا عم بقى سيبكم الاعلام المصري ده اللي انتوا عايشين فيه. اعلام مصري ايه؟ زي ما بتقول لي التعليم بقى تطور. تطور ايه التعليم؟ طبعا تطور، فين التعليم؟ انت وهتشوفه. بتكلم ما هو وزير الاعلام يا التطوير راجل، ده مش دوس على الزر الدنيا تفر يعني.
ويعلم ربنا انتوا مجرد ان انتوا بتاخدوا من الاعلام المصري. اه طبعا احنا بناخدش من الاعلام المصري على فكره، واحنا في حاجات في الاعلام بنردها. الثاني ده مش موجود في امريكا. طب عموما يا استاذ سام احنا بنشكرك ورايك واضح للناس، هو انا وضحته رايك واضح. القياده السياسيه اللي بتنتقل مجلس النواب ده رايك بنحترمه، كون ان انا مش موافق عليه ما ده يديرك في شيء يعني. حبه ناس ناقيينهم من كل حته شويه. طب يعني ده رايك أبو، لكن هي في انتخابات وفي ناس راحت الانتخابات. انتخابات يا راجل، يعني يا راجل خلي في تفكير شويه. انتخابات ايه اللي بتعملها يعني؟ يعني انت هل نظام الانتخابات ده مش متاح للناس انها تنزل وتنجح ناس؟ رئيس الجمهوريه بيختار اللي هو عايزه عشان يبقى ضده، زي لما انت فاكر مين اللي رشح نفسه ضد رئيس الجمهوريه السنه الدوره اللي فاتت؟ تفتكر اسمه؟ طبعا افتكر اسمه. تعرف هو مين كان بيعمل ايه بالشغل؟ وجبنا إيه؟ حوار معاه هنا، احنا استضفناه كمان هنا. المطبلاتيه جيبوني. متشكرين جدا، لكن موضوع المطبلاتيه دي انا اللي اقبله منك، معلش انا اسف يعني. انا بدي لك الراي من غير ما انك تجرح في الراي الاخر. حضرتك ليك كل الحريه انك انت تقول رايك، لكن لا تجرح في اراء الاخرين. هذه هي الديمقراطيه، لان احنا مفهوم الديمقراطيه حتى قاصر كمان على موضوع الريبابليكان و الديمقراط، وارائنا بقت يعني الناس عايزه ترامب على حساب الديمقراطيه، فاعتقد يعني دي حاجات كده. الرئيس السيسي طبعا في مصر ما هياش ديمقراطيه كامله، وانا بايد ده. في انتقاءات؟ لا مفيش انتقاءات، الانتقاء من الناس، لكن هو في طبعا لان في نسب محطوطه في المراه والشباب وذوي الاحتياجات الخاصه وايضا الممثلين للخارج، في ولاءات للاختيارات طبعا طبعا طبعا. احنا دوله من دول العالم الثالث، عشان نبقى دول العالم الثاني واحده واحده. في ديمقراطيه بتحصل على الطريق وفي ايجابيات لازم نقولها، مش كل الموضوع سلبيات. طب خلاص، ما احنا نقول بقى الرئيس هو اللي بيختار كل حاجه، والرئيس هو اللي بيعمل كل حاجه، والمؤسسات دي كلها سكرتاريه، ومجلس النواب ملوش لازمه، والتشريعات دي مش عارف ايه. خلاص بقت نظره سوداويه، خلاص مش عايزين نقول اي حاجه تانية. يعني انت حضرتك عايز تقول كده، انا اديتك الحريه انك تقول الكلام ده، ما فيش مشكله، وقلنا بنحترم رايك كمان عادي، لكنك انك تجور على راي الاخرين او تتهمهم كمان لا صعب. وبعدين احنا اعلام غير مختلف عن اعلام مصر، احنا مش اعلام مطبلاتيه ولا حاجه. الحاجه الايجابيه احنا بنقولها، وعلى نفس القناه لو في حاجه سلبيه بنصرخ في برامج اخرى وفي نفس البرنامج ده كمان. ولما بتبقى الدوله متجهه الى الاتجاه الديني بنقول دوله دينيه وعنصريه والكلام ده كله بهذا الاتجاه بهذا المفهوم. لكن لما تكون ايجابيات موجوده لازم يعني نتفائل باي ايجابيه موجوده. لما يكون مجلس بهذه الكيفيه بهذا النقاش، وانه هو ممكن انه في ناس كمان ممكن تخطئ، ما احنا لسه بنجيب قانون الايجارات ده خطا ان هو يتناقش في الاعلام قبل ما يخش مجلس النواب. والاستاذ هاني الجزيري عارض ده، والاستاذ ايهاب رمزي عارض الكلام اللي متقال في الجرايد، لكن قال ان في تعديل هيبقى في القانون، وده قانون ايجارات يا ديم يخص 50 مليون مصري بنناقشه. يهم الرئيس انه الامن القومي ما يتهزش في موضوع الايجارات، وفي نفس الوقت في نواب بتهرج انه عارضين بمزاجهم 200 و300 ويبقى الاوضه اللي ب 2 جنيه عايزه تبقى ب 200 جنيه. ما احنا بننقد اهو، ما احنا بنقول حاجات، لكن في ايجابيات لازم انها تذكر، وده حقهم علينا. تطوير التعليم، في تطوير في التعليم، شيء نعم ابينا. طارق شوقي ابن من ابناء اللي درسوا في امريكا، من ابناء المصريين، وعنده حماس شديد جدا لنقل نظام التعليم الامريكي في مصر. طبعا في يعني في اخفاقات وفي ايجابيات، مش ممكن هيدوس على الزر الدنيا تفر زي ما بيقولوا، الدنيا مش كده، لكن في تغيير بيغير في نظام الثانويه العامه، في نظام القبول للجامعات، بقبول جامعات خاصه كتيره، لان في ناس بقت قادرين في مصر على انها تعلم تعليم خاص. فالعمليه يعني مش كده يعني، رايك يحترم، ولكن ان مجرد ان احنا نتناقش بتعيب في اللي قدامك، اعتقد يعني لازم يبقى فيه صبر ومحدوديه. طبعا بنحترمك وبنحترم رايك وبنحترم انك مشاهد وبنحترم وقتك انك بتتفرج علينا
وبنقول لك يعني اذا كنا مش قادرين نوصل لك المعلومه احنا بنعتذر، لكن هو في الاخر الايجابيات بنقولها والسلبيات برضو بنقولها، هو ده الاعلام. انا اعلمك بما يدور. حضرتك معترض على المشهد بتطلع وتقول اللي انت عايزه، ما بمنعكش، لكن بتسيب الناس تحكم، يعني ما يبقاش بتاكيد من غير ادله، من غير ايفيدنس. الانتخابات الامريكيه مزوره، ما فيش ايفيدنس. المحاكم الفيدراليه اللي هي فيها القضاة الريبابليكان رفضوا، القضاة الجمهوريين رفضوا القضايا، مفيش دلائل. حتى لو انت مقتنع مفيش دليل، خلاص يعني هي كده الحياة كده. اي قضية ما بتقدمش فيها الدليل او بتضيع الادلة لسبب سياسي بنوضحها، لاسباب طائفية بنوضحها، لكن في دلائل تانية ممكن انها تبقى اصعب من انك تلاقيها او انك انت تبرر. استاذ سام بنرحب بيك في اي وقت، ولو عايز ترد على كلامي الحلقه اللي جايه رد وهرحب بيك، واول واحد يكون ليه حق المداخله والمشاركه حضرتك، وتقول اللي انت عايزه بس بدون لا تجريح ولا شتيمه، وممكن تقول رايك بكل اريحيه. شكرا جزيلا للاهتمام، وشكرا جزيلا على المشاهده، وشكرا جزيلا على راي حضرتك. هنيجي بقى لحاجات الكنيسه والبابا. في اولا يعني في حته كده عايز اقولها، ان بدات مع الديمقراطيين في حاجات فرقعه حصلت، في انفجار حصل في لوس انجلوس، في لوس ايست لوس انجلوس، في كنيسه المعمدانيه. نشوف الخبر مع بعض العربي وبعد كده نجيبه بالانجلش. هو في ذا هيل وايضا فايف شانل جابوا الخبر، التحقيق في انفجار استهدف كنيسه بلوس انجلوس. تحقق السلطات الفيدرالية والمحلية في أعمال تخريب، ممكن نقرأ المقال مع بعض. وانفجار وقع أمس السبت في كنيسة بمقاطعة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث كانت الكنيسة موضع جدل مؤخرا بسبب لغتها ضد مجتمع الميم، ده اللي بيقوله العرب، لكن هي عادي، هي بابتزم، هي ما فيش لا ضد مجتمع ميم ولا ره، هي في بس حاجات كتبت كده على البتاع، يعني في مضادات تقريبا أو مشاحنات ما بين أقلية وأقلية أخرى، وده اللي خلى الدنيا بتبقاش بيس قوي يعني، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم الأحد. ووفقا لقناة NBC الأمريكية، استجابت إدارة شرطة مقاطعة المونتي دي المدينة اللي هي موجودة في STLA ومسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال الليل لتقارير عن هجوم بعبوة ناسفة في كنيسة فاير ووركس، هي يعني كانها فيها يعني فاير ووركس بالمعنى، لكن ما كانتش عبوه، ما اعرفش هي العبوه الناسفه حقيقيه ولا لا، بس هو بيقولوها فاير ووركس. فاير ووركس يعني العاب ناريه. وقال قائد الشرطه ديفيد رينسو في وقت لاحق امس السبت انه يعتقد انها عبوه ناسفه هي مصدر الانفجار، وان السلطات عثرت ايضا على عبارات بذيئه وعباره اخرج مطليه بالرذاذ على واجهه الكنيسه. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وقالت لورا إيميلر المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، أن السلطات لم تحتجز بعد أي شخص على صلة بالانفجار، وأن المسؤولين لم يحددوا بعد الدافع. ونشوف الصورة في المواقع الأمريكية دي، الـ FBI Investigating Bomb Attack at anti-LGBTQ church، يعني نوع الكنيسة يعني in El Monte، ومكتوب طبعا ادي عنوان الكنيسة. لا نرجع للصورة الاولانية علشان ناخد العنوان، First Works Baptist Church، ودي موجودة في El Monte، موجودة هي اسم المقاطعة كمان على الاعلان على KTLA5، دي شانل من الشانلات المحلية اللي موجودة وبتنقل اخبار محلية. هل هي ابوة ناسفة؟ هل هي فاير ووركس؟ دي اللي هيتحدد عليها، دي اللي هيتحددها. ومعانا الاستاذ انور بسكالس، سياده العميد انور بسكالس. مساء الخير يا فندم. اهلا استاذ عادل، بنرحب بحضرتك، اتفضل يا استاذ انور. منور المجلس، ربنا يخليك. انا عايز ارد على اخ اللي اتكلم قبليا ده بجد يعني بالراحه، بس يعني انا بتقبل كل الاراء، بس يعني نرد عليه بالراحه. اتفضل يا استاذ انور. انا ما كنتش عايز اعمل مداخله، بس عايز اقول له اللي تم في اخر 5 سنين بواسطه السيسي اللي هو زعلان منه ما تمش في 50 سنه قبل كده. بالظبط بالظبط كده.
الجيش بتاعنا بعد ما كان رقم 15 او 17 بقى رقم 9 و10. وبانك انت كنت برضو من الضباط الجيش يعني بتفتخر بده، واحنا كلنا يعني بنفتخر بالجيش المصري. في تقدم في الجيش ما حصلش من يوم ايام الثوره 52. تمام، حصل وبقت مصر من القوى العسكريه التي لا يستهان بها. تمام، في تقدم حضرتك في التكنولوجيا والكهرباء والمدن الجديده والكنائس اللي بيقول لك دي كنائس مش كانت مبنيه، كانت مبنيه ومقفوله. الكنائس اللي او غير مقننه، بقت مقننه، بقت كنيسه، بقت عقار كنسي يخص الكنيسه المصريه. من لك كاتدرائيات في المدن الجديده على حساب الدوله، مستحاله استحاله. واحنا بنقول ان في مشاكل في بعض الكنائس ومغلقه لاسباب امنيه، احنا بنقولها برضو، احنا ما بنقولش الايجابيه بس، لكن في سلبيه ثانيه احنا برضو بنطرحها. يعني حضرتك عادل جدا في كلامك حتى من قبل ما يجي بايدن او ترامب، كنت دايما بتقول الصح على الجانبين السلبي والايجابي. فهو الظاهر عنده مشكلة شخصية بس وعايز ينفس عن نفسه. لا، هو رأيه بنحترمه وكل حاجة، في ناس ليهم آراء كده يعني صعب، بس أنا يعني لازم يتقبل الرأي الآخر. يعني هو أنا مشكلتي معاه إن أنا مش يقول رأيه، إنه يتقبل رأي الآخر إنه ده موجود. بس قلت في حضرتك وبيقول لك متقبلاتي ومش متقبلاتي، يعني أنا أطلع أتكلم باحترامي يا ما أتكلمش خالص. يعني لا، نتقبل رأيه مع عدم التعليق على رأي الآخر. أشكرك سيادة العميد، وأشكرك، أشكر متابعتك، وأنا عارف يعني أن مصريين كتير بيبقوا يعني بيحترموا الرأي الآخر حتى لو كان ضد رأيهم. وأنا حضرتك مجلس النواب ده اللي جه في ظروف الكورونا أنزل انتخابات اتعملت في مصر برضه من 100 سنة. تمام تمام، وده حصل فعلا في ظروف قهريه جدا، والناس نزلت انتخبت ونزلت باعداد صعبه. يعني عشان تتعدل رمانه الميزان، جه السيسي راح معين ال 30 او ال 35 وانصف كل الناس، انصف المراه وانصف الشباب وانصف المسيحيين. يعني في عدل اكتر من كده تاني؟ لا طبعا، يعني ولا بينتهى كمان. يعني حتى السته اللي فشلوا في انتخابات فرديه الاقباط، لان كانوا مستحيل انهم ينجحوا للاغلبيه الكاسحه للمسلمين في الدوائر وتسع الدوائر، هو عين مكانهم سته اقباط. بالظبط، يعني حتى دي برضو يعني كان احنا طبعا بنطلب المزيد، و50 و60 قبطي، طب وماله؟ انا اطلب، لكن المتاح دلوقتي 42 كرسي، ونشوف ادائهم ايه. ما احنا انتقدنا الاداء السابق حتى في البرنامج هنا، قلت اتنين بس اللي كانوا بيتكلموا، حتى الدكتور ايهاب علق وقال لا كلهم كانوا كويسين. انا قلت له اتنين بس اللي كانوا ظاهرين، كان عماد جاد وكان الدكتوره هنري، ناديه هنري. انا قلت حاجه تانية، الباقي كله ما كانش. حتى كان الدكتور ساره الدخيت كان في الـ في الـ في الـ في التعليقات والمداخلات كان جدي جدا، وقال ان احنا تشريع ما عندناش وقت نعمل الحاجه الرقابيه بتاعتنا او ان احنا نحاسب مسؤول او نجيب واحد نساله، ما كانش في وقت. تشريعات كانت كتيره جدا، ويعني بما فيهم انا يعني حضرتك ممكن ان انت تعترض على بعض الحاجات وتقول رأيك بأريحية، ولكن هو أن نتقبل الرأي الآخر، هي دي. عشان كده بنسميه حوار ورسالة. الحوار هو رأي اتنين تلاتة أربعة عشرة يتقالوا ونتقبلهم بصدر رحب، حتى لو كانوا ضد آرائنا الشخصية، أو حتى لو أنا معايا دليل ولا حاجة وفي في في دليل تاني. يعني حتى في القضايا العادية في المحاكم بيتقدم المحامي ومحامي الخصم، وكل واحد بيقول رأيه، وما حدش بيقوم بالتاني أو بيعترض. ممكن يتناقشوا مع بعض في بعض في النقط، ولا والقاضي يأخذ بده ويأخذ بده ويشوف الصالح فين ويحكم بيه، ولكن لازم يسمع الاتنين. أما إن احنا نبقى طرف واحد فدي تبقى صعبة. ربنا يخليك، تفضل يا أستاذ أنور لو عايز تقول حاجة تاني. قلب الملك في يد الرب، ومفيش حاجه تحصل لا في امريكا ولا في مصر الا باذن من ربنا من فوق. بس ربنا بيشارك الانسان في هذا الموضوع واداله السلطه، لانهم قال لهم اكسروا واسمروا في الارض وتسلطوا على كل الارض. فالسلطه ربنا مديها للانسان ان هو يهيئ للصالح، وانا بقول الايجابيه للانسان اللي توافق مشيئه الله بيوافق عليها،
والسلبيه ربنا بيبين للانسان ان دي سلبيه وبيبعت له التاديب واحنا بنتقبله. شكرا جزيلا يا سياده العميد، ويعني شرف لينا انك حضرتك بتتابعنا، وربنا يخليك، وشكرا ليك وشكرا لكل المشاهدين بما من يختلف معنا يعني. شكرا جزيلا استاذ انور، ربنا يخليك. هنيجي بقى اللي احنا قلنا الاخبار لوس انجلوس، ناخد البابا توادرس، ودي مهمه قوي لان في كمان خبر عن تقسيم ابرشيه المنيا وده هنقوله. ناخد البابا توادرس والمجلس الملي والمجلس المجلس الكليريكي اللي هيجتمع، نشوف مع بعض. البابا توادرس جاهز لجلسه المجمع المقدس بثلاث ملفات هامه. الثلاث ملفات دول ايه هما؟ نطلع كده نقرا الخبر مع بعض. عقد قداسة البابا توادرس الثاني بابا الاسكندرية بتركة الكاثر المرقسية اجتماعا مع سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة. وقال القس بولس حليمي المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية في تصريح له ان قداسة البابا توادرس الثاني ناقش خلال الاجتماع الاعداد لجلسة المجمع المقدس التي يجري الترتيب لعقدها في شهر مارس المقبل، وايضا للتحضير للسيامات الاسقفية الجديدة وإعداد الميرون المقدس. وأضاف أنه سيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس البطريرك المئة وستاشر، وتذكار السنة الأولى لنياحة شيخ البرية الأنبا سرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون. واستقبل قداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أمس بالمقر الباباوي بالقاهرة الدكتور يوحنا نسيم يوسف أستاذ القبطيات في جامعات اللاهوت بالسويد واستراليا. ورحب قداسة البابا توادروس الثاني بزيارة الدكتور يوحنا نسيم أستاذ القبطيات في جامعة اللاهوت بالسويد واستراليا، متمنيا له التوفيق في كافة أعماله وأبحاثه. وفي ختام اللقاء تم التقاط صور التذكارية. قدم الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس منطقة حدائق القبة والويلي ومنشية الصدر وكيل الكلية الكليريكية بالأنبا رويز بالعباسية التهنئة للأب القمص بشوي جورج كاهن كنيسة الشهيد ماري جرجس بمنشية الصدر بمناسبة مرور 34 عاما على سيامته كاهنا. كما قدم الأباء الكهنة ومجلس الكنيسة وجميع قطاعات التربية الكنسية والخدام والخادمات والمرتلين والعاملين بالكنيسة وجميع أفراد الشعب التهنئة للقمص بشوي جورج بمناسبة تذكار سيامته المباركة. يذكر أن الأب القمص بشوي جورج سيما كاهنا بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث على مذبح كنيسة سيدة العذراء مريم بالشرابية. ويعرف عن الأب القمص بشوي جورج محبته للخدمة ومشاركة جميع أبنائه في مختلف المناسبات، وهو ما أوجد مساحات كبيرة بينه وبين جميع محبيه فضلا عن محبته وحفظه للألحان الكنسية المختلفة وتمتعه بصوت روحاني مميز إلى جانب مهاراته المعروفة في الوعظ، حيث تتلمذ في بداية خدمته على يد الأب المتنيح القمص حزقيال وهبة راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة. الخبر الثاني وهو عن إبرشية المنيا، وده نقوله سريعا لان احنا قربنا على نهاية الحلقة. نجيب الخبر ابرشية المنيا في هذا الموعد، الاعلان عن موعد تقسيم ابرشية المنيا. كشف مصدر كنسي رفيع في تصريحات خاصة لجريدة الاخباط متحدون الالكترونية انه تم الاستقرار بشكل نهائي على تقسيم ابرشية المنيا الى ثلاث ابرشيات، وانه سيتم خلال الاسبوع الاول من شهر مارس القادم انعقاد المجلس المجمع المقدس وتجليس نيافه الحبر الجليل الانبا ماكاريوس اسقفا للمنيا ورسامه اثنين من الاباء الاساقفه الجدد لباقي الابرشيه. وكان قداسه البابا المعظم توادروس الثاني قد عقد اجتماع مساء امس مع سكرتاريه المجمع المقدس والسكرتاريه الفنيه المعاونه لمناقشه الاعداد لجلسه المجمع المقدس التي يجري الترتيب لعقدها في شهر مارس المقبل، وايضا للتحضير للسيامات الاسقفيه الجديده واعداد الميرون المقدس. كما سيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي لنياحه القديس البابا كيرلس السادس وتذكار السنه الاولى لنياحه شيخ البريه الانبا سرابامون اسقف ورئيس دير القديس الانبا بشوي بوادي النطرون. الحقيقه يعني في تعديلات كمان، احنا قلنا كمان في تعديلات في قانون الإيجار المقترحة خلاص احنا ناقشناها، لكن التنفيذ غدا دي عن
حظر التجول في بعض الأماكن في مصر، ودي لازم نقولها برضو. مجلس الوزراء يعلن عن مناطق حظر التجوال لمدة 3 شهور، والقانون صادر أو القرار صادر 23 يعني امبارح، وكان الساعة 11:44 مساء. نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 2 مقرر جيم الصادر في يوم 20 يناير لسنة 2021 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2021 بشأن حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا من غرب العريش، وحتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مرا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية. ويأتي القرار رقم 187 لسنة 2021 بشأن إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ. وتنص المادة الأولى من القرار رقم 186 لسنة 2021 على أن يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مرا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية. كما تنص المادة الثانية من القرار على أن تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من القرار تبدأ من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 5 من صباح نفس اليوم لحين إشعار آخر. في حظر تجوال في هذه المنطقة زي ما حضراتكم شايفين، ورئيس الوزراء بيعلن ده في الجريدة الرسمية، وعلى المواطنين المرتادي هذه الأماكن أو التحرك في هذه الأماكن أن يراعوا هذا القانون، لأن المخالف بيعرض نفسه إلى أنه يتحبس ملاش حل. يعني بهذا الخبر اعتقد ان احنا كده بنبقى انهينا البرنامج، لكن كان في حاجه عن الماسونيه وكنا عايزين نعرضها على حضراتكم، لكن الحقيقه المده طويله بتاعت الفيديو، واوعدكم ان احنا هنطرحها في الحاجات اللي جايه. والماسونيه دي متغلغله في بعض السياسات، هي الانظمه اللي تحت الارض اللي بيقولوا هل دي خرافه هل دي حقيقه. في معابد ماسونية موجودة في أمريكا، بس هل المعبد ده مجرد أنه فكر أو دين أو سياسة ولا كلهم مجتمعين؟ هل الماسونية بتأثر على السياسة العالمية؟ هل الماسونية في عرب زمان ومشهورين كانوا داخلين الماسونية؟ ده كله الفيلم كان بيوضحه، لكن مفيش الحقيقة، ما كانش فيه وقت. فلكن الحاجات دي ممكن نناقشها في حلقات قادمة، وأنا أرجع موضوع الماسونية. وإحنا بنرحب بيكم بأي مداخلة بأي رأي، مع التزام بالإعلام إنه تقول رأيك ولا تجرح في رأي الآخرين أو تثفه أو تخليه بموضع سخرية من الرأي المضاد ليك. رأيك تقوله احترامنا ليه بكل طاقتنا الإعلامية، وإحنا هنا مخصوص علشان حضرتك تقول رأيك أيا كان، بس بالأسلوب الإعلامي اللي إحنا كلنا متعودين عليه، إن هو الإعلام الهادف، الإعلام اللي يوصل الرأي بدون تجريح، ونكون يعني كده بنقول إيه يعني إحنا لينا طبعا يعني متمثلين بالكتاب المقدس إن إحنا نكون ودعاء كالحمام وحكماء كالحيات، ولكن الحكمة كالحية، انك انت تكون واخد الحكمة منها وليس الهجوم والحاجات دي والسم، لكن الوداعة لوداعة الحمام في طرح الرأي. كمان عايز اقول ان بنرحب بكل الناس اللي هي ممكن تتدخل معانا، وبنحترمهم وبنحترم وقتهم وبنحترم رأيهم حتى لو كان مش ماشي مع رأي البرنامج أو حتى بينتقد أي حاجة، لأن النقد ده هو الحوار، إن أنا أقول له رأي وحضرتك تقول رأي حتى لو كان منافي لي، بس بما يراعي إن أنا لا أخدش إنك أنت
رأيك ده قلته من أي حاجة، لكن ممكن نفند الآراء بطريقة بحيث إن هل الرأي ده هو رأي مطلق ولا رأي في العام ولا رأي أغلبية ولا رأي ناس فرادة ولا رأي شخصي. يعني مجرد وصف الرأي ليس له أي شيء غير إنه يبقى في مكانه. يعني الرأي الشخصي له احترامه وكل الآراء ليها احترامها، لكن تسفيه آراء الآخرين أنا لا أحبذه على الإطلاق، لأن حتى لو بيتقال رأي ضد رأيي أنا لا أسفهه تماما وأقول له أنا بحترم رأيك وليك الأحقية وليك الحق إنك تقول رأيك على هذه الشاشة، وهذه الشاشة بيك وليك ومن أجلك. وأرجو من كل الناس إنها تاخد الكلام ده وتسمعني، لو بتنقد أي شيء اطلع وقوله وانقده بكل حرية، مع الاحتفاظ إنك لا تسفه ولا تجرح في آراء الآخرين. عايز تنتقد رأي إعلامي انتقده بكل حرية، ولكن برضو نفس الوضع نفس الوضع، بدون أي صفات ممكن أن تسيء إلى سواء المتحدث متداخل أو اللي بيتكلم معانا من اللي هم ضيوف البرنامج، لأن يعني حضرتك عارف الأسلوب اللي ممكن، يعني كل واحد يقال له اسمه وله احترامه، ولو عايز تنخده في الرأي بتنخده في الرأي أو تقول الرأي المخالف دون تجريح. أشكركم، وإن شاء الله لنا لقاء الأسبوع القادم إن عاشنا الرب، وأتمنى لحضراتكم وافر الصحة والسعادة، إلى أن نلتقي الأحد القادم. لكم من قناة سيسات أجمل أمنيات بالسعادة.